إذن مساء الخير، مساء نور على متابعينا كاملين فيما كانوا في جميع أنحاء المغرب. هذا المساء غيكون مساء مميز مع ثاني أو أول أيام رفع الحجر الصحي في مجموعة من المناطق بالمغرب، واللي منها مدينة طنجة اللي ينطلق منها هذا اللايف المباشر اللي غيكون خاص جدا، خصوصا انه متواجد معنا خيره شباب المغرب اللي احنا جميعا كنفتخروا بهم، ولنا الحق اننا نفتخر بهم ونخص لهم حلقه خاصه جدا. معنا شباب باقي جون، باقي صغير، باعمار صغيره اللي ما كتجاوزش 18 سنه، والاغلبيه اللي شفت انا عندهم 15 17، يعني ما كيتجاوزوش هاد السنين هذه، ومع ذلك بصمه التميز. هذا البصمه ديال التميز ما كانش من 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 مجال معين او مجال اللي مألوف، وانما مجال ديال العلوم اللي كامن بينا كان صعبه، كنقولوا مجال كان عندنا كامن بينا واحد الفوبيا ديال العلم والعلوم. ملي طلعنا صغار وحنايا العلم شي حاجه صعيبه، شي حاجه معقده، شي حاجه كومبليكي، ولكن هاد الشباب بسطوه من خلال مسابقة علمية Race to Space. هذه المسابقة اللي أسدل الستار عليها مؤخرا، هذه التظاهرة العلمية اللي أسدل عليها الستار مؤخرا واللي كتسمى سباق الفضاء، التي تنظمها جمعية المغرب العربي العلمي عفوا بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط. 12 تلميذ تمكنوا من الفوز من بين 1560، واحد العدد الكبير، 12 تلميذ، هي لبانه ديال 1560 مترشح اجتاز كل المراحل بنجاح وفاز بمنحه مخيم الفضاء ناسا مع ثله من المختصين ورواد الفضاء، بالاضافه الى رحله ثقافيه للعاصمه واشنطن. مرحبا بكم ومساء الخير بالجميع. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أولا هنيئا لكم جميعا، هذه تهنئة مغربية، فخورين بكم اليوم أو البارحة، أو إحنا يعني كنا عارفين بالفوز ديالكم، ولكن هذه فرصة إن شاء الله باش نعرفوا بكم الناس أكثر، نقربوا منكم الناس أكثر، الأمهات، الآباء، الأطفال يعرفوا شنو هي مسابقات الفضاء، شنو هو الاهتمام بالعلوم، شكون هما هاد الشباب اللي إحنا فخورين بهم وبغينا اليوم نسلطوا عليهم الضوء. مرحبا بكم مرة ثانية هنايا شباب من مختلف مناطق المغرب، طنجة، فاس، الرباط، الجنوب، الشمال، اجتمعوا كاملين على العلم والتعلم، وهذا هو الشيء الجميل. هادو هما الشباب اللي غادي نحاربوا بهم حياة تفاهة، اللي غادي هادو هما الشعلة ديال المغرب، هادو هما الأمل، أنا بالنسبة لي الأمل ديال المغرب. مرحبا بكم وهنيئا لكم جميعا. وقبل ما ننسى خصني ضروري نذكر 12 فائز اللي فازوا بهذه المسابقه، واللي معنا البعض منهم والبعض الاخر ما استطاعش يكون معنا، ولكن اكيد غيتابعنا من بعد. طبعا كنعرفوا بان هذا اللقاء كيتزامن مع رفع الحجر الصحي، هذه اولا، وثانيا بزاف منهم عندهم مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، ومن هذا المنبر كندعو لهم بالتوفيق والسداد ان شاء الله تعالى، واكيد لا خوف عليهم من خلال الحديث ديالي معهم، من خلال ما قريت عليهم، من خلال التواصل ديالي معهم، انا منبهره بالصدق، منبهره بهاد الشباب هادو، شعله ما شاء الله عليهم من بزاف الحاجات، من كل فن طرب، كتلقاهم تبارك الله في العلوم، في الدراسه، في اللغات، في الرياضه، في جمعين من كل شيء، وهذا مفخر لنا، وهذا كيعطينا امل في وليداتنا وفي المستقبل اللي ماشي. اذا اسماء الفائزين، كاين علي مخلوف من سنه الجديده واللي غيشرفنا اليوم معنا، سحر العباسي من مدينه طنجه، سلمى الزيدي من مدينه مكناس، اسراء الناصري من مدينه بركان، انصاف جعنيط من الراشديه، ندى العناسي من مدينه طنجه، وكذلك اسامه البرهومي من فاس، حمزه عاطف من مدينه اكادير، رانيا جعفر من مدينه مكناس، أنس الغالي الكتامي من مدينة فاس، وئام بالروحو من وسان، حفصة بوعناني من القنيطرة. كما شفتوا من مختلف المناطق والمدن المغربية، شمال، جنوب، غرب، والشرق،
هذا شيء جميل، تنوع ثقافي، تنوع اللهجات، قد تكون عندنا لهجات مختلفة اليوم، ولكن كلها جمعها التميز بحال قلت، وجمعها التفوق. نبداو باللي كتب لي انا في الشاشه، نبداو بك انا ندى. ندى، ندى العناسي، مرحبا بك، افتح الميكرو ندى باش نهضروا معك شويه. ندى طبعا هي فائزه من مدينه طنجه. ندى اللي قريت عليها هي انها ماشي غير مهتمه بالعلوم او مهتمه بالفضاء، لان اللي كيهتم، لان هذه المسابقه باش نعرفوا انها مسابقه هي بالاساس علميه، وهي الاساس ديالو هو ان نحاولوا ان الفكره ديال ان العلم هو مجموعه من المعارف فقط، لا، هي فكره للمساعده على الفهم وتامل الكون، وهي ايضا كتنشر الفكر العلمي بين الشباب، اليس كذلك انذا؟ حدثينا انذا قبل ما نتوغلوا في الشخص ديالك ونتوغلوا على النبذه على حياتك وشكون هي انذا وكيف جات الفكره، حدثينا شويه على هذه المسابقه. هضرنا شويه على المسابقه. كما كنعرفوا كاملين، مسابقه تريس تو سبيس ولا السباق نحو الفضاء هي مسابقه منظمه على جمعيه المغرب العلمي مشاركة مع السفاره الامريكيه. والحمد لله كنت من بين الفائزين 12 اللي فازوا برحله لمخيم فضاء سبيس كامب في الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك رحله لواشنطن دي سي العاصمه. الصراحه كانت واحد الرحله شاقه، ما كانتش يعني اول محاوله لي، حاولت العام اللي فات وما جابش الله تيسير، ولكن عاودت حاولت هذا العام هذا ودرت قصارى الجهد ديالي باش انني نحاول ممكن ان الفيديو يضمن معلومات علميه ولكن بطريقه مبسطه. هذا هو اصلا كان الهدف ديال المسابقه، هو انك تبسط حاجه اللي هي كتبان عند العموم معقده، شي حاجه اللي ما قدروش نفهموها ولا شي حاجه يعني فوق الاستطاعه ديالنا، ولكن يعني فقط انك تعمل واحد الفيديو في 3 دقائق كتشرح فيه ظاهره علميه بطريقه مبسطه بطريقتك بالابتكار ديالك بالابداع ديالك، وداك الشيء اللي حاولت نخدم عليه. كانوا بزاف ديال المعايير اللي طلبوهم منا، وحاولت انني ناخذ كل معيار يعني ناخذ منه شويه ونضيفه في الفيديو ديالي، والحمد لله لقى الفيديو ديالي النتيجه. وهذا ما كان باش نقربوا للمشاهدين الموضوع اكثر. الفيديو اللي كيشاركوا به المشاركين او المترشحين راه فيديو اللي كيتحدث على موضوع علمي ولكن بطريقه مبسطه، ولكن ماشي هذا هو الاساس. ايضا الاساس هو ان هذا المترشح يكون طبعا من شروط انه يجيد لغه ثانيه، اللغه الانجليزيه، يعني هذا البرنامج او هذا الموضوع خصو يقدم بلغه انجليزيه وببرنامج متطور، يعني الفيديو خصو يكون ماشي فيديو عادي. انا شفت الفيديوهات اللي تقدموا بهم فيديو بمستوى عالي جدا، يعني ما كتخيلش ان الناس 15 كيقدروا عندهم هذا التفوق في ذاك الفيديو. الفيديو كان جميل جدا، انا شفت ديالك وشفت بزاف ديال المشاركين، كان فيه لمسه الابداع وكان فيه لمسه التفوق، وكان شي حاجه اللي رائعه جدا. يعني هادو من بين شنو كيقولوا الشروط، انهم الاجاده ديال اللغه، طريقه ديال توصيل الفكره، تبسيطها، يعني اصلا خصك تكون فاهمه الفكره باش تقدر تشرحها للناس ويفهموها، خصك تكون انت متمكنه منها كتوصلها بطريقه مبسطه وايضا بواحد الطريقه مبتكره. هذا هو من بين الشروط يا كندا. بالضبط، صراحة اللغة الإنجليزية ما كانش عندي معها بزاف، ولكن لاحظت في راسي غير ملي شاركت هذه المسابقة لقيت بلي طورت النيفو ديالي في اللونجلي، بقيت كان راسي كنهضر عادي باللونجلي، كنكتب يعني يعني هما كيعطيونا واحد لابليكاسيون نعمروها فيها دي كيسيون، لقيت يعني بزاف ديال لي كيسيون اللي ما كنتش عارفة لهم إجابة على حياتي على شخصيتي، حاولت أنني نلقاهم إجابة حيتاش لا ما فادونيش دابا يفيدوني من بعد. يعني الصراحه ما نقدرش نقول انه خصو يكون عندك نيفو واعر في اللونجلي، راه مع المده في المسابقه يعني كتمتد على مده بزاف ديال الاشهر، عند فيها بزاف مراحل غتطور النيفو ديالك ديال اللونجلي. وكما قلت هادو هما الشروط، يعني تكون عندك لغه جيده في يعني ديال اللونجلي، وكذلك الابتكار والابداع. واخا ندى غادي نرجعوا لك، ولكن قبل ذلك غنمشيو عند المتشارك او الفائز اخر اللي كيبان لي ايضا على الشاشه، حمزه. مرحبا بك حمزه. مساء الخير. مساء النور. اولا مبروك، الف مبروك على النجاح ديالك. شكرا شكرا. طيب قولي كيفاش حسيتي ملي قالوا لك راه انت قدرتي من بين 12 من بين ديك العدد كامل حمزه ظفر باللقب،
فهو من بين 12 فائز. وصف لي الشعور ديالك في ديك اللحظات. صراحة أنا مثل ندى يعني شاركت السنة الماضية وصلت النهائيات لكن لم يحالفني الحظ، ولكن أهم شيء أني لم أستسلم أولاً بفضل أمي التي ساندتني وعلمتني ألا أستسلم بسهولة لأن الفشل ليس عيب. عدت للمرة الثانية هذه السنة والحمد لله لم يخيبني الله سبحانه وتعالى، هذا بفضلي وبفضل أساتذتي. كان شهد الفوز في أوقات صعبة للجميع، وقت الحجر الصحي يعني أدخل واحد الفرحة والسرور، أنستني كل تعب والبقاء معاناة البقاء في البيت لمدة أشهر، نسيتها في ثواني معدودة بفضل هذا الفوز. يعني أحسست بالفرحة. دابا أنت فوقك جاك واش في بداية الحجر ولا في وسط الحجر ولا في آخر الحجر فوقك جاك الخبر ديال الفوز ديالك؟ لا كان جا في شهر أبريل في 16 يعني بعد شهر على بداية الحجر الصحي. جميل. إذا أنا بحال اللي عرفت بأنك أنت شاركتي بحال بزاف المتسابقين في المرة الأولى ولم يحالفك الحظ، ولكن هذا خلاك تزيد تخدم على راسك وخلاك تطور من المعارف ديالك والإدراك ديالك، كتمشي تشيشي كتفتش أين يكمن الخلل، علاش ما تقبلتش في المرة الأولى، مشيتي كتطور من راسك، وهذا الشيء الجميل جدا أن الإنسان مما كيستسلمش وكيمشي كيفتش أين ما كامل الخلل، فين هنا فين ما قدرتش نتفوق، غنفتش على راسي هنا كيدل على أن إنسان مصر عنده واحد الحاجة للإصرار، غادي نبقى مقبقة نوصل. ياك حمزة، حمزة شحال عندك من سنة؟ 17 سنة. واش الاهتمام ديالك والحب ديالك للفضاء هو اللي خلاك تولج للمسابقة ولا أشياء أخرى؟ واش الجائزة هي اللي حبساتك أو لا هكا هذا المجال ديالك كتبغيه، العلوم هو مجالك، ما أن احنا عارفين بأنك أولى باك علوم رياضية. نعم. إذن بطبيعة الحال هذه المسابقة أظن أنها فرصة العمر للعديد من التلاميذ في السن ديالي، لأنها تعطيك رحلة لمخيم الفضاء اللي بالتأكيد سيزيد من اهتمام شخص في هذا العالم، عالم الفضاء وعالم الطيران. يعني هذه الفرصة ما كتلقاها جوج المرات كما كنقولوا. وأيضا ارتأيت في هذه المسابقة هذه السنة فرصة لتوعية الناس، يعني نتحدث عن دورة الماء التي يغفل عنها العديد من الناس ويراها أمر بسيط لكنها أمر ضروري في استمرارية الحياة. حمزة نعم. غادي نرجعوا لك ان شاء الله باش نهضروا كل واحد غيهضرنا على المشروع ديالو اللي تقدم به. دابا حنايا كنعرفوا نقربوا الناس ليكم، وشكون هو حمزه وشكون هي ندى وشكون هو انس، ومن بعد ان شاء الله كل واحد غيقول لنا المشروع اللي تقدم به واللي استطاع من خلاله انه ينجح ويكون من بين 12 مترشح الفائز. نمشيوا لواحد المشارك معنا باقي صغير السن ولكن كبير العقل. علي مخلوف، مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور علي، مرحبا بك ومبروك نجاح وهنيئا لك، هنيئا لك هذه الرحلة. عجبك أنها خلصت التكاليف ديالها ياك علي؟ هذه أهم حاجة. علي عودنا على المشاركة ديالها، كيفاش جات، شكون شجعك عليها، كيفاش الفكرة ديال أنك ديال العلوم، كيفاش جاك حب العلوم، عودنا شوية على راسك علي. أنا أولاً تعرفت على المسابقة في النسخة ديالها الثانية، ومن ذاك النهار حيتاش كنت ديك ساعة مولوع بالعلوم والإنجليزية، من تما وأنا ديما كنتسنى غير نبلغ السن باش نشارك، والحمد لله حالفني الحظ هاد السنة ونجحت. مبروك علي. اذا هذه ثاني مشاركه ليك ولا اول مشاركه؟ اول مشاركه كيحالفك الحظ. نعم اول مره. تبارك الله عليك. بالنسبه للدراسه شنو كتابع في الدراسه ديالك؟ انا حاليا كندرس بجيده مشترك علمي ودرت توجه علوم رياضيه. وكيفاش استقبلتي خبر الفوز ديالك؟ طبعا فرحت بزاف وما كنتش كنتظر بالفوز. جاك الخبر مفاجئة معالي؟
نعم طبعا. كون أكثر واحد شجعك باش تدخل مسابقة. أنا قريت بلي أنك منذ الصغر أنك مولع بالتجارب العلمية، ياك؟ نعم. كيفاش حالاش التجارب العلمية اللي كنتي صغير ومولع بيها؟ حالاش؟ باقي عاقل فاش كنت صغير تقريبا، كانت عندي ديك 5 سنين 6 سنين. واحد نهار كنت خرجت انا وبابا ولقيت واحد اللعبة علمية فيها ميكروسكوب وتلسكوب وعجبتني، وكنت ديما باغي نشريها. واحد النهار جابها ليا ككادو، و ما عمري ما نساهاش، شجعتني بزاف انني إذا من ثم بان لك أنك عجبك داك المجال ديال العلوم ومجال ديال الابتكار ومجال ديال ياك؟ نعم. تبارك الله عليك عليك. من بعد بديت كنتفرج في فيديوهات علمية باش نغني الرصيد ديالي المعرفي. طبعا هاد الشيء شجعني أنني نبقى نقرا كتوبة نبقى نجرب أي تجربة علمية كنصادفها. والكتوبة اللغة اللي باش كنتي كتقرا هاد الشيء، واش باللغة العربية ولا الفرنسية، ولا كنتي كتقرا اللي جبرتيه كتب اللي لقيتيه فيه هاد الشيء كتقرا، ولا كان عندك كتب محددة كنت كنقرا اللغة اللي كنتي كتعيش كتقرا بيها؟ في البداية، كنت كنقرا باللغة الفرنسية، ومن بعد لقيت راسي تطورت اللغة الإنجليزية، من بعد بديت كنقرا مشى الاهتمام ديال اللغة الإنجليزية. نعم ياك جميل. علي علي بخليك معنا، غادي نرجعوا لك، غنمشي عند الناصري. مرحبا. السلام عليكم. إسراء، إسراء من بركان، مشاركة فائزة من بركان، هنيئا لك. إسراء 17 سنة، أولى باك علوم رياضية. طبعا هي إسراء تفضل عليها، سبق لها شاركت في مسابقات أخرى وفازت وشرفت مدينتها، كانت في مسابقة تحدي القراءة العربي. وهنا عندي عبد الله السيرة ديال الذاتية، ما شاء الله عليها، تجارب كثيرة، رئيسة المجلس التلاميذ جهة الشرق، فائزة بمسابقة السباق نحو الفضاء، بمسابقة تحدي القراءة العربي، بحالها بحال المشاركين اللي فازوا. تبارك الله، تهما سيرة ذاتية غنية رغم صغر السن، ولكن تبارك الله متفوقين في عدة مجالات. رانيا رجعت الصوت باش نهضروا معك في إسراء، عفوا إسراء، إسراء إسراء رجعت الصوت. مرحبا إسراء. أهلا. مرحبا، كيف الحال؟ بخير الحمد لله، بخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا، ثم شرفتوني. دابا أنا في وسط العلماء، تبارك الله. علماء الشباب، دابا نتوما هما العلماء ديالنا، دابا نبقاو نقولوا العالمة فلانة والعالم فلان، العالمة فلانة، نتوما هما إن شاء الله العلماء اللي غنبقاو نفتخروا بهم وهزوا الأسماء ديال المغرب. غيجي واحد الساعة نبقاو نقولوا هذه عالمة من مدينة بركان، وهذه عالمة إن شاء الله تعالى. نتمنوا لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى، وأي واحد في خاطره ولا في حلم ديالو أن يحقق شي حاجة، كنشوفكم تبارك الله طموحين، وكلكم أغلبكم أو هذا عندهم طموح أنهم يكونوا مهن اللي هي كبيرة ويحققوا نجاحات. وحنا إن شاء الله ما علينا إلا ندعمكم، وانتم هما المفخرة للمغرب، نقولوا ونعود انتم هما الشباب اللي كنعتمدوا عليهم. تفضلي إسراء، عاودنا على المشاركة ديالك وعلى التجربة ديالك في هذه المسابقة. شخصيا كنفكر في المسابقه منذ زمن طويل، حيت كنقرا لونجلي في واحد لو سونتر سميتو اوكي اي لي سنتر فور انجلش اند ليدرشيب، يعني مركز ام القرى للغه الانجليزيه والمهارات القياديه. كان عندنا واحد الاستاذ الله يذكره بخير، سي خالد فتحي، اللي كنشكرو من هذا المنبر، وهو اللي هضر لينا على المسابقه. كنعقل ديك الوقيته كنت صغيره بزاف، وبقات عالقه في الذهن ديالي، حيت عندي خواتاتي كاملهم كانوا ساينتيفيك، وحتى العائله ديالي عائله محبه للعلوم والاداب، فديما خليتها في بالي. السنه الماضيه كنت كنفكر انني غادي نشارك، ولكن للاسف توفات جداتي الله يرحمها، واللي كانت كتربطني بها علاقه قويه، فبسبب الحاله النفسيه ديالي في ديك الوقيته ما قدرتش نشارك. لكن رجعت هاد السنه والحمد لله، من اول التجربه ليا مع ويستسبي قدرت انني نفوز بهذيك التذكره المخيمه الفضاء.
صح كما قلنا صغيرة السن أيضا 15 سنة، جدع مشترك خيار دولي علوم طبعا يا كسحر، ممثلة مدينة طنجة، حتى هي عضو في مبادرة كويلة لتبسيط العلوم مع الفريق العلمي لمجال الفضاء، بارعة في فنون الإخراج والمونتاج، وهذا غيزون دو بلوس، هذا كان واحد العامل الأساسي خلاك تفوز مسابقة، لأن احنا عارفين بأن الفيديو خصو يكون بجودة عالية، خصو يكون مبتكر، خصو يكون فيه مجموعة شروط. صحر، عودنا على المشاركة ديالك، وكيف جاتك الفكرة لولوج هذه المسابقة ديال Race to Space؟ مرحبا بك مرة أخرى صحر. شكرا. ألوغ حب الفضاء وعلوم الطيران بالنسبة لي كان فطرة، وكان الاهتمام ديالي باكتشاف السماء واكتشاف المجهول والعوالم الجديدة جد مهم بالنسبة لي، وهذا كان واحد العامل الأساسي باش تعرفت على المسابقة اللي هي Race to Space 2020 منظمة من طرف جمعية المغرب العلمي بشراكة مع السفارة الأمريكية. المسابقة قائمة على أساس شكون يقدر يخدم واحد لو فينومين سيانتيفيك avec une expérimentation où il sauve l'aura inglésie et saillement pour le monde de ma carte c'est à dire frère alors on s'en est de l'île là il y a un bed مرات على المسابقة الأولى اللي هي تقييم لجنة تحكيم الفيديوهات ديالنا من طرف علماء مغاربة وخيرات الباحثين، مرها مرحلة تصويت الجمهور بالنسبة لي واحد المرحلة مهمة جدا حيت رسالة صحر. بالنسبة لي احنا عارفين ان الجوري لجنة التحكيم كانت من الناس ديال العلوم، كتسمعوني، من الناس ديال العلوم، الناس ديال اهل الاختصاص، يعني واش كان واحد تخوف انك يعني كيفاش غيحكموا عليك وكيفاش غيشوفوا الحاجه اللي وجدتي الفيديو اللي وجدت، واش كان تخوف منك او لا كان عندك ثقه بانني انا عملت واحد المجهود وغادي نوصل وغادي نجتاز داك المرحله؟ سلا اسمح لي ادير تلفون للميكرو ديالي. ولا اربع المراحل صح كتسمعني؟ ما كنسمعش مزيان استاذ. دابا كتسمعوني؟ دابا مزيان. قلت لك صحر، كتسمعني صحر؟ باقي ما زاد والو؟ كتسمعني؟ لا كنسمعك أرسل. مزيان. قلت لك صحر، واش كان تخوف من لي جوري، من لجنه التحكيم؟ حنا عارفين ان لجنه التحكيم من الناس الاختصاص والناس اللي تبارك الله في المجال مده طويله، واش كان تخوف منهم ومن المنتوج اللي عملتي، من الفيديو اللي عملتي ومن المشروع ديالك، او لا كان عندك ثقه ان المشروع ديالك خدمتي عليه مزيان وعارفه انك غتتجاوزي المراحل بكل بساطه؟ الوغ انا المشروع اللي خدمت عليه واقيلا غادي نهضروا عليه من بعد، انا بالنسبه لي كان عندي واحد التخوف بيان سور، باسكو اللجنه كانت كتضم علماء كبار اللي كيخدموا الصمت وكيصححوا كل شيء، وعندهم واحد الواجب لانهم يزرعوا ثقافه البحث العلمي في الشباب المغاربه، دونك كان عندي واحد التخوف ان يمكن المعلومات ديالي حيت بحكم عندي 15 سنه والمعلومات ديالي ما تكونش كافيه في هذا المجال هذا، ولكن الحمد لله تمكنت انني نقنعهم بالفيديو ديالي، والحمد لله زعما تمكنا حنا 12 فائز نكون بين 12 فائز من اصل 1650 اللي حجزوا التذكره ديالهم في سباق نحو الفضاء مخيم غنضه. كيفاش كان يعني التقبل ديالك ديال الفوز ديالك؟ كيفاش كان؟ كيفاش جاتك الخبر ديال الفوز؟ بياسر الخبر ديال الفوز كان مفرح، حيتاش زعما النجاح ديالي ما جاش غير هكاك، جا من بعد بزاف ديال المراحل، خصوصا مرحله التصويت اللي كانت مرحله مهمه بالنسبه ليا، وكتبت رساله وبارطاجيتها، وقلت شكون اللي غادي يعطي اهميه رابيد سويت في زمن كورونا. Vraiment, j'étais époustouflée par le nombre de personnes qui m'ont soutenue. Des gens qui ont fait des messages, qui se joignaient. C'était vraiment des moments inoubliables. Je suis allée à mon papa, je suis allée à mon papa,
خلاتني نتعرف على بزاف ديال الاصدقاء جدادين من العالم كامل كيشجعوني وكيقولوا يضربوا عليك دونك الحمد لله. إذا دابا نقدر نقول لك تحسي بالشهرة دابا مشهورة صح؟ لا صافي ولكن لا ما كرهناش، هادو هما لي زيكزامبل ديال الشهره والمؤثرين اللي يكونوا طاغيين في مواقع التواصل الاجتماعي. ملي كنسمعوا مؤثر فيسبوكي ولا مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي ما كرهناش، هادو هما لي زيكزامبل اللي يكونوا امثله ديال ناس باحثين اولا مهتمين بالعلوم مهتمين بالتعلم والتعليم، هادو هما اللي بغينا النماذج اللي بغينا يسيطروا، ما بغيناش نماذج اخرى. الشهره بالنسبه لنا لكم راها من دواعي السرور ديالنا من المفخره ديالنا. صح غنرجعوا لك باش تهضرنا طبعا دائما على المشروع ديالك كما قلنا من بعد. غنمشيو عند سلمى. مرحبا سلمى. الله لان الوقت خصنا نستغلوه باش نعرفوا. سلمى الزيدي اهلا وسهلا. ما كنسمعش. لا ما كنسمعوك. صوت ما كيفسيش. كتسمعوني مزيان؟ شنو يمكن ديري ديك على الميكرو؟ كتسمعوني دابا؟ دابا سي. اوكي. سلمى كما قلنا من مواليد مدينه الرباط قاطنه بمدينه مكناس. دابا انت سلمى كتمثلي جوج المدن ياك؟ دابا انت فائزه من مدينه مكناس وايضا كتمثلي مدينه الرباط، جوج المدن كتمثليهم وطبعا كتمثلي المغرب في الاساس. هنيئا لك بالفوز. سلمى ايضا صغيرة السن 15 سنة، السن ديالها ما كيتجاوزش شي 15 سنة. جدع مشترك علوم، شغوفة أيضا بالعلوم والمطالعة والقراءة وأيضا فاعلة جمعوية. تبارك الله عليك سلمى وهنيئا لك بالفوز. تنتينا من بين 12 فائز. سلمى قولي وصف لي الشعور ديالك من قالوا لك سلمى راك ربحتي معنا من بين هذاك العدد الكبير، تأهلتي في المرحلة الأولى المرحلة الثانية وقدرتي تتجاوز هذه المراحل كاملة بتفوق. وصف لنا الشعور ديالك سلمى. كان ظن بحال كل شيء فرحت بزاف. هو قبل ما يخرجوا لي ريزولتا كنت كنهضر مع المشاركين الآخرين كنتسناو لي ريزولتا وصافي باش خرجوا فرحنا كاملين ولقيت بيناتي كنت كنهضر معاهم حتى ربحوا. اذا انا فرحت بزاف. هو ما كنتش كنتوقع بزاف نكون نربح حيت سيتي ما بروميير فوا اللي كنت غادي نشارك. واخا هو كان عندي اناطو هو انني كنت كنجيد مزيان اللغه الانجليزيه دونك هذا ما كانش انا اوباكل باش نشارك، مي ابارسا بحال كلشي فرحت باش عرفت لي غزو. برافو سلمى، برافو فيليسيتاسيون. ميرسي. سلمى شنو اكثر حاجه تعلمتيها من هذه التجربه من غير انك طبعا طورتي المهارات ديالك في مجموعه ديال الحاجات من غير المشروع اللي خدمتي عليه وبسطتيه وقدمتيه بواحد الطريقه جميله وخا موضوع هو كيكون صعب كيتبسط، شي حاجه اللي تعلمتيها من هذا الاختبار او لهذه المشاركه او لهذا الحاجه البرنامج اللي شاركتي فيه؟ تعلمت اننا ما عمر ما خاصنا نبيسيو لي برا باسكو حنا اولا كنا 1560 واحد في الاول وغيرش كتسمع داك لو نوم وكتقول بان في الاخر غنكونوا غير 12 كتشدك هذيك الخيعه وداك ستريس وكاينين بزاف ناس تسمعوا تسمعوا هادشي تي ابوندو كيقول واش انا غيقبلوني في وسط هادو كاملين. اكزاكتلي انا بالعكس كنت كنشوف دي فيديو ديال الناس اللي ربحوا بالعكس غير ما سدخلاني نزيد نثق بانني غادي نوصل ان شاء الله and you did it. نمشيو عند غنرجعوا لك سلمى دائما. غنمشيو عند رانيا. رانيا بدات كتعي يعني تيدا هيدا. رانيا مرحبا بك. رانيا شمن ممثله ديال شمن مدينه رانيا؟
رانيا مدينة مكناس دائما ياك؟ كتسمعني رانيا؟ علي الصوت ديالك باش انا نسمعك. رانيا ايضا سن ديالها يتجاوز 15 سنة، جدع مشترك علمي خيار فرنسي، كتهتم ايضا بالقراءه، الكتب العلميه، الاعلاميات، البرمجه، وقالت بان الشغف ديالها اللي كيكرهو بزاف د التلاميذ اللي هو الفيزياء. يا كرانيا الفيزياء انت كيعجبك الفيزياء ولا بزاف الناس ما كتعجبوش الفيزياء؟ شنو هو السر مثلا ديال الاعجاب ديالك بهذا الفيزيك؟ واش كاين شي واحد مقرب ليك كيعجبو هاد لا ماتيير ولا هكذا كتقرايها بزاف وعجباتك؟ شنو هو السر ديال الاهتمام ديالك بهذا الفيزيك؟ منين كنت صغيره كان كيعجبني بزاف علوم الفضاء وكاع داكشي اللي كيتعلق بالسباس، كان كيعجبني بزاف. وفاش كبرت لقيت ان عنده علاقه بزاف مع ماده الفيزياء. وفاش مشيت قريت على الفيزياء وبديت كنتفرج في بزاف ديال الفيديوهات على الفيزياء، لقيت انها ماده يعني انتريسونت بزاف، يعني سهل الواحد يقرا عليها يدير فيها اون كارير يزيد يتعمق فيها. نعم. شحال كتجيبي في النقاط في الفيزيكا رانيا؟ على من 18. تبارك الله. برافو رانيا. رانيا غنرجعوا لك دائما، نمشيو عند سي انس. سيدي انس الغالي، السلام عليكم. اهلا وسهلا انس، مرحبا بك انس. الله يبارك فيك. مبروك ومبروك للمدينه اللي كتمثل اللي هي مدينه فاس. مدينه فاس العلميه والعلم مازال مازال الحمد لله كيتواصل وكيتجدد، وعنا امل فيكم. مدينه فاس العلميه الممثل ديالها انس الغالي الكتامي، 17 سنه، اولى باك علوم رياضيه، عنده هوايات رياضيه اللي هي كره السله، وطبعا تهو مولع شي حاجه اسمها الفضاء. ياك انس؟ نعم. وكنظن بان هذا الولع ديالك بالفضاء والحب ديالك اكتشاف الفضاء والحلم ديالك انك توصل للفضاء هو اللي خلاك تشارك في المسابقه اللي هي ويف تو سبيس. طيب عاود لنا كيف جاتك الفكره ديال المسابقه؟ استاذ سمحني ما كنسمعكش مزيان. كتسمعني دابا؟ دابا مزيان. سمعتي الاول ياك؟ قلت لك عاود لنا شويه على المشاركه ديالك، كيف جاتك الفكره؟ هو بحال كاع الفائزين والمشاركين، ملي كنت صغير وكان عندي حب الفضاء والعلم الفلك، كنت دائما تنحاول زعما كان الحلم ديالي هو نكون رائد فضاء ملي نكبر ونخدم مع نازا ان شاء الله. واحد النهار كنت نهضر مع الاخت ديالي وقالت لي كاينه واحد لوبورتونيتي اللي يمكن لي زعما تقدر تخليك تمشي لشي نهار تزور سبيس كامب ديال لا نازا. وتما فين عرفت، كانت عندي 12 عام، تما فين عرفت باللي تما فين تعرفت على هذا لا كومبيتيسيون المسابقه. تما نيت كنصيفط لهم ان ميساج وقالوا لي باللي خاصك تطلع لليسي تدير او موان 15 عام. صافي من تما وانا كنتسنى فوقاش نطلع لليسي باش نشارك. وبقيت العام الاول ديال الليسي ما قدرتش نشارك حيت شي كان عندي شي انتقالات الى اخره. ولكن كنت نبريباري لي سوجي ديالي ايتترا. صافي منين جا هذا العام صافي شاركت الحمد لله. كان زعما واحد المشاركه زعما انوبليابل باسكو كتقدر تلمس داكشي اللي تتبغي وتديرو بحب وافيك باسيون. وما نقولش بلي ما كانت سهله، بالعكس كانت صعيبه وكان ستريس بزاف. وكما قالت سلمى كان دائما ديك الفكره ديال انه كاين 1500 participants ou rien de douze, c'est que c'est que les chances d'y être quand vraiment sera bzaf ou ça fait. ولكن اللي كيحلم شي حاجه وكيصل ليها كيوصل. يا كان طبيعه الحال طبيعه الحال اللي استفدتي من هادشي هو ان الحلم ديالك خصك تثبت حتى تحققه. كان تحدي بالنسبه ليا كان تحدي، كان واحد تشالنج اللي حققتيه. الحمد لله. انت من الناس اللي كان عندهم يعني عندك نقطه قوه اللغه الانجليزيه او لا تنسى طورتيها مع المسابقه وخدمتي على راسك؟ نقدر نقول باللي في الوقت اللي درت فيه لا فيديو كنت الحمد لله وصلت لواحد لو نيفو با
بامال ديال لونجلي اللي يسمح لي نمشي بدون صعوبه في لا فيديو في لا بريباراسيون ديالها وفي الكتابه ديال السوجي ديالي. مي افون انا تطورت بيان سور وما زعما زعما ممكن فكره زعما الاساسيه هي انه لونجلي الحمد لله ما كانش عندي فيها مشكل في التقديم ديال الفيديو. وطبعا احنا عارفين بان التقديم ديال الفيديو خصو يكون بطريقه مبسطه بحال اللي قلت قبل يعني باش تقدم انت واحد المحتوى بطريقه مبسطه اللي هو علمي خصك انت تكون متمكن من ذاك الموضوع. غادي نمشي ولا لا 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 غادي نرجعوا عندك انس غير باش نهضروا باش ما يفوتناش الوقت ونهضروا على المواضيع ديالكم. غادي نمشيو لاول وحده ولا نمشيو حمزه ندى شكون واجد يهضر؟ ندى نمشيو عند ندى. ندى بديت بك غنرجع لعندك ندى. ندى تقدر تهضر لنا على طبعا المشاركين كاملين هضرنا معهم ياكم وقعت شي واحد؟ لا كلشي هضر شي واحد عندك نمشي نغسل شي واحد. ندى قلنا في التعريف ديالك انك تبارك الله حاصله ايضا رياضيه باش ما ننساهاش. هاد ندى شابه رياضيه حصلت على 8 ديال الميداليات في التايكواندو يعني انا ماشي غير مهتم بمجال العلوم ايضا بمجال الرياضه متفوقه في مجال الرياضه بحال اللي قلت انها تبارك الله عندهم من غير الاهتمام بالعلوم والعشق ديالهم للفضاء كاين 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 اهتمام بمجالات اخرى اللي هي الرياضه الموسيقى. شفت الناس مهتمين بالمطالعه الرياضه الموسيقى الابداع يعني من كل فن طرب. ندى الموضوع ديالك علاش كان دونك الموضوع على المشروع اللي خدمت عليه هو الحركه البراونيه the brownian motion. وفي الاول بحال مثلا العام اللي فات كنت هضرت على space navigation زعما كيفاش كتخدم جي بي اس. من بعد خدمت على بزاف ديال السوجي بحال علاش كنشوفوا النجوم بديك الطريقه يعني حاولت انني نختار دي سوجي اللي هما ماشي بزاف الناس كيعرفوهم دي سوجي اللي هما مواضيع سياديه ماشي مواضيع متداوله يعني مواضيع شويه نادره ياك. الحركه البراونيه تقريبا واخا كتلقى مثلا شي ناس اللي هما يعني كيعرفوا في الفيزيك ولا ما كيعرفوهاش بالسميه شنو هي الحركه البراونيه وهي اون فيت شي حاجه اللي كتكون معنا ديما اللي دابا راه كاينه معنا اللي هي ديك الحركه ديال الجزيئات الصغيره في الهواء ولا في الماء هي ديك الحركه ديال ديك لي بارتيكول باش كيبقاو يسقونا في النظاظر كنقولوا منين جاوا هادو يعني ديك الحركه البراونيه حاولت انني نبسطها بطريقه يعني بطريقه سهله وبسيطه. دابا انتينا كتهضري مع دابا انا مثلا ما كنعرفش هاد لي تيرم هادو هاد لي تيرم سيانتيفيك ولا هاد المواضيع العلميه. طبعا انتينا من شاركتي في المسابقه كان مع ناس الاختصاص لكن دابا الناس كيشوفوا فينا كاين الناس اللي عارفين هادشي وكاين الناس اللي غادي يكتشفوا معنا شنو هي مسابقه الفضاء وشنو هو المسابقه ديال تبسيط العلوم وشنو هو الموضوع. الموضوع ديالك كيبان لي شويه معقد غتعطينا شويه غتشرح لنا شنو هي حركات شنو هي الحركه البراونيه. انا باقي الاسم ما عقلتش عليه. الحركه ديال الحركه البراونيه الحركه البراونيه بطريقه مبسطه ندى تفضل. الحركه البراونيه نسبه للعالم روبرت براون هي ببساطة كنشوفوا بارفوا دي بارتيكول اللي هما صغارين كيكونوا ديال الغبار ولا ديال شي حاجة كنشوفهم كيتحركوا هكاك ولكن علاش كيتحركوا وشكون اللي كيحركوا واش غير الهواء وعلاش كيتحركوا الفوق والتحت. دونك اون فيت هو انه الحركة البراونية فوقاش كيتحركوا ديك لي بارتيكول طبعا كيتحركوا في الهواء ولا في الماء يعني كيتحركوا بحال اللي كنشوفهم دابا كيلصقونا في النظر بارفوا وكنشوفهم فاش كتكون شي أشعة الشمس بحال هكا كنلقاو بلي داك الغبار كيتحرك. دونك اون فيت هاد الحركه كنسميوها الحركه البراونيه نسبه كما قلت لعالم روبرت براون. و دونك جو تروف هادشي هذا اللي هو شي حاجه اللي هي بسيطه وسهله ولكن حتى شي واحد ما عارف بها. حاولت انني نقلب في الموضوع وعلاش هاد الجزيئات الصغيره علاش منك توجد الموضوع باش توجدي موضوع وتعملي فيديو وهذاك الشيء المعارف اللي جمعتيها على ديك الموضوع تنقليهم الفيديو شحال خدا منك الوقت؟ صراحة بديت من الصيف ديال 2019 حاولت أن الفترة ديال الصيف نستغلها. ديجا ما كان ما يدار كنت زعما غادي نطلع للسانكيام زعما نطلع للسيزيام كنت كنحاول ما كان زعما نقرا لي زوف ندير شي حاجة وخطرت لي الفكرة ديال أنني نوجد للسوجي. في الأول وجدت سوجي آخر ما عنده حتى شي علاقة بالحركة البراونية ولكن بعد لقيت بلي الحركة البراونية هي واحد لو سوجي اللي فريمون انتيريسون واللي انا كنبغي حداش فريمون كنعشق شي حاجه سميتها الفيزياء حتى انا. دونك خدمت على الحركه البراونيه
و جو بونس انني في الفيديو حاولت نبسطها يعني حاولت ندمج حاجه اللي هي مضحكه حاجه اللي هي يعني علميه باش انني نبسط حيتاش الهدف من شي كان هو التبسيط. دونك لما كرهناش الفيديو اللي شاركتوا بهم اتبارطاجاو ما كرهناش ديك النماذج نحطوها على بورتي دو تول موند يعني كلشي يشوفها ويشوف هاد النماذج هادي. كاين شباب اللي نقول لك واحد الحاجه انا من اون فوا تحط ان كاين غتكون ندوه معكم بزاف بالخصوص امهات اللي كيدخلوا عندي وكيقولوا لي حنا بغينا نعرفوا حنا ولادنا كيفاش يعملوا يشاركوا في هذه المسابقه من يكبروا. احنا كنهضر لك على وليدات صغار يعني ماشي للثانوي وهذا احنا عارفين ان هذه المسابقه خاصه بالتلاميذ ديال الثانوي هذه باش الناس تكون عارفه هذه خاصه بالتلاميذ اللي كيقراوا في المرحله الثانويه. ولكن طبعا توجد اولا هادشي كيبان من الصغر حتى الامهات اللي بغاو ولادهم يمشوا في هادشي اولا هذا. ومن بعد غنعطيكم انكم تعطيوهم ديك لي فيديو اولا تحطوهم في الصفحه اللي عاملين حنا فيها الفيسبوك اولا الصفحات ديالكم. دابا الاسماء ديالكم دابا الناس شافوها واللي فيسبوك ديالكم غيعرفوهم. اللي بغى شي استشاره اللي بغى يعرف اكثر اللي بغى يمشي في هذا المجال غتقدموا له نصائح. كمل ندى كنتي كتهضر على التجربه ديالك وقلتي بانها بديتيها في 2019 صيف 2019 يعني خدات منك شهور يعني ماشي شهر واحد. حيتاش خدمت على ديال المواضيع هذا هو المشكل اللي كان عندي كنت يعني بدلتي الموضوع من موضوع لموضوع. كنت جبتهم كاملين يعني السوجي كتبته كامل بالانجليز كتبت هذا وهذا وفي الاخر اختاريت في جوج يوم في الاول عجبوني ولقيت بلي راه ملي كنبحث وكندير سوجي باش انني نفيد اخرين راه حتى كتفهم من راسك. فحاولت انني ندير لو دو سوجي واختاريت اللي فريمون انتريسون حيتاش بزاف ديال الناس ما كيشوفوش في نيفو ميكروسكوبيك يعني شي حاجه اللي صغيره ما كيديروهاش اهتمام اون فيت ديك الحاجه اللي صغيره هي اللي كتبنى عليها حاجه كبيره. دونك حاولت انني نركز على هذا الجزء هذا وعليه علاش اختاريت هذا الموضوع هذا. و جو بونس انه يعني العلوم شحال ما كانت معقده تقدر تكون تقدر تبسطها يعني بطرق اللي هي سهله وابداعيه. ويعني واخا خدا هذا العمل مني شهور عديده ولكن استمتعت صراحه واكتشفت انا مهارات عديده. استمتعتي واستفدتي وكان هدف الرصيد ديالك يعني ضفتيه للرصيد ديالك. ندى شكون اللي كان نقدروا نقولوا واقف معاك وكيدعمك من غير طبعا الاسره شكون الاسره اي ضروري ولكن شكون اللي وقف معاك واللي يمكن كان كيصوبك يقول لك اعمل هذه واعمل هذه واش كان شي واحد ولا بوحديتك؟ الصراحه بعدا ما نكرش المجهود ديال الوالديه ديال الماما وبابا اللي ساعدوني بزاف ووقفوا حدايا وداروا معايا مجهودات كبيره زعما ما نكرهمش. وكذلك الاخ ديالي عماد العناسي اللي عاوني بزاف واللي استشرت معاه بزاف الحاجات ويعني حتى انا كنت كنتعلم المونتاج حتى انا كنت يعني غير هاويه ولكن مع الوقت اكتشف بزاف ديال الحاجات. وكذلك ما ننساش الفض ديال بزاف الاساتذه اللي قاموا بالتصحيح ديال داكشي اللي كتبت اساتذه ديال لونغلي ديال الفيزيك اللي قاموا بالمراجعه ديال داكشي اللي كتبت يعني فريمون واحد الاساتذه والاهل ديالي والاسره ديالي وكذلك الاصدقاء ديالي اللي يعني عاونوني في المرحله ديال التصويت. بزاف ديال الناس اللي وقفوا حدايا وعاونوني وبلا بهم ما كنتش غنوصل للمرحله هذه. كنقول لهم شكرا على هذا المنبر هذا وحنا كنشكروهم وكنشكروا الاساتذه ديالك اللي عاونوك الرجال ولا النساء التربيه والتعليم اللي كيواكبوا التلاميذ ديالهم واللي كيكونوا فخورين بالمجهودات ديالهم كيتقاسموها وكيعاونوهم باش يوصلوا. هادو هما النماذج اللي بغينا. ندى غادي نرجعوا لك دائما وباقي باقي ما شبعناش من الهضره معك. غنمشيو عند حمزه عاطف. عاطف سلام نبي هلو اجين هاو ار يو فاين انت Thank you, I'm fine. حمزة غتهضرنا على بروجي ديالك حمزة. إذن باختصار بحال اللي هضرتي في الفيديو حنا عارفين بأن الفيديو هضرتيه بطريقة مبسطة اللي هي خولت لك النجاح. الموضوع ديالك كان علاش بعدا؟ على دورة الماء يعني دورة الماء. نعم قررت نختار واحد الموضوع اللي قريب لينا كاملين وكلنا درسنا عليه ضروري في المسار الدراسي ديالنا وهي دورة الماء. ولكن كيجينا الناس كيغفلوا واحد الحاجه هي الاهميه تاع دوره الماء لان استمراريه الحياه ديالنا قائمه عليها. نهار توقف غادي يكون داك التوازن يكون اختلال توازن في العالم. يعني انا ارتأيت في هذه الفرصه انني نوعي الناس نوعيهم بالاهميه تاع الدوره حيت
كان الناس كيديروا شي اعمال اللي كتبان لهم بسيطه كلك رمي الاسبال ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن هي عندها ابعاد خطيره اللي من بعد كتبان عليها طوره الماء. انا دابا ملي كنسمعوا المشاكل البيئيه والحاجه كتبادر على الذهن ديالنا هي التغيرات المناخيه. التغيرات التغير المناخيه كتاثر على كل شيء، ودوره المياه حتى هي كيتم تاثر بسبب هذا المشكل هذا. وكذاك التوازن ما كيبقاش، وكيدار هادشي في كثره التساقطات الشديده اللي كنشوفوها دابا بزاف، الفيضانات ولا كنحضروا الجفاف نيت خايب. داكشي علاش الطائفه البوسطه تكون توعويه. قلت فراسي واخا ما ربحتش، درت واحد الواجب لانني وعيت الناس باش انهم يفهموا ويغيروا، لعلهم يغيروا السلوكات ديالهم وكغادي نعيشوا حياه افضل. يعني كان فيديو توعوي، هو ما كانش يعني ماشي كتشرح شي حاجه، كتوعي. لا شرحت دورات الماء وعملتي فيها توعيه، درت تجربه ودخلت منه واحد شويه تاع التوعيه في الاخر ديال الفيديو. يعني الكونكلوزيون الخاتمه كانت توعيه. أيه. جميل. وهذا لقى الإعجاب، والفيديو ديالك لقى الإعجاب وبه فزتي الحمد لله. بغيت نفهم غير أنا واش موضوع واحد في جميع يعني الزيتاب جميع هذا ديال الاختبار المرحلة الأولى جميع المراحل، هو ديك الفيديو كيبقى هو كيفاش يعني فيديو واحد في الأول هو اللي كيبقى ماشي في الاختبار. نعم دابا كيكون انتقاء اولي كيكون من بين 1000 و هذا العام 1500 شارك، لكن انتقاء اولي كيختاروا 40 40 كيدوزوا نصف النهائي تبعا للفيديو. نصف النهائي كتكون 70% ديال لي جوري خيرات علماء المغرب مثل نجيب المختاري غني يعني التعريف في تبسيط العلوم. ومشروع من الأساتذة الجامعيين زيت عندهم 70% تاع كينقطوا لك الفيديو كيقيموه، وكتكون 15% ديال البير ريفيو. يعني كل واحد كل نصف نهائي كتكون عنده الفرصة أنه يقيم 5 من مشاركين آخرين. ومن بعد كتكون 15% ديال الفوت ديال تصويت الجمهور. جميل. ومن بعد كيدوزو 24 النهائي اللي هنا صافي كندخلوا في المقابلات الشفويه. المقابلات الشفويه المقابلات الشفويه المقابلات الشفويه يعني كتكونوا وجه لوجه مع اللجنه ديال التحكيم. واش هذا كان عندكم فيه شي صعوبه؟ هو انا المقابلات الشفويه فاش فشلت اونتر بارونتيز فشلت داك العام ما ربحتش فيه، دونك ملي رجعت العام كان ديما كيكون داك التخوف كتقول وما هذه فهمتي مع حيت ديجا خسرت فيها، ولكن الحمد لله جاب الله. خدمتي على راسك حمزه ياك، خدمتي على راسك. واش كنتي كتشعر شي معايا لو كتوقف وكتهضر ولا كيفاش كدير؟ لا غير دابا ملي دوزت مقابله شفوي داك العام ما كتبقاش كتكون عندك واحد بحال واحد الاكسبيريونس، يعني ما كتكونش اول مره واش هذا يعني ديك الخوف حاجه الخوف كتهز. نعم واكيد ما غاديش نكرم فضل الله سبحانه وتعالى وفضل والديا والام ديالي كنجي لها الشكر اللي دعموك. نعم هي اللي شجعتني مره تكران، حتى في الاول فاش ما كنتش بغيت نشارك ولكن هي شجعتني ورجعت مره اخرى والحمد لله الله جابتي. جميل جميل. الاصرار واحد الحاجه مزيونه، والانسان يتبع الطموح ديالو ويكون مصر وما كيستسلمش، هذه واحد القوه في الشخصيه. وطبعا الاسره دائما كنقول عندها واحد الدور كبير جدا. الاسره هي اللي تقدر تعلب ولدها وولادها واللي تقدر تحكم. نعم. يعني فتصدر نعم. كنقول ان كل واحد فينا عنده واحد الموهبه خاص نلقاها نقطه قوه. وكيجني العائله عندها دور مهم في هذا الامر، خاصها تساعد باش انه يلقى المجال اللي كيكون مرتاح فيه ويشجعوا باش يمشي بعيد يشجعوا في داكشي اللي كيبغي، ما يفرضوش عليه شي حاجه ما كتبغي ما كيبغيش. انت مجال العلوم هو حاجه كنتي كتبغيها ولا هكذا يعني حتى لي بارون ديالك شجعوك عليه من الصغر ديالك كنت كتشوف راسك في المواد العلميه افضل زعما كيعجبوك كترتاح فيهم اكثر؟ نعم نعم انا الاستاذ انا الاب ديالي هو استاذ جامعي في الكيمياء، اذا كما كنقول انه جيت من ذاك الجهه ديال العين يقولوا نعم ذلك الشبلو من ذاك الاسد. نعم حمزه انت باقي معنا؟ حمزه نعم. كنعرفوا قبل ما نخليوك كنعرفوا بان من شروط المسابقه ايضا هو التفوق ياك حسب نعم. ما طلعت ان خصكم تكونوا متفوقين.
شحال المجموع ديال شحال كنتي كتجيب في النتائج، يعني شحال كنتي كتحصل على في النتائج الدراسية ديالك؟ في السنوات الماضية مثل هنا كحتاجوا نقاط في اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، إلى مواد الحمد لله مرتاح فيها، نجي مراتب أولى الحمد لله جيدة. إذا كنتم ضروري توقفوا في هذه المواد الإنجليزية والرياضيات ياك؟ يعني أن علاش مهمة الإنجليزية؟ حيت الرحلة اللي كيديروا كيمشيو لمخيم فضاء، يعني كتكون دروس كلها بالإنجليزية، يعني خاص تكون عندك واحد المعرفه باش ضروري اللغه باش انك تكون كابتن دكتور. واخا حمزه شكرا جزيلا. نمشيو عند علي. سي علي. علي شكرا لك. علي نضعنا لك. قول علي شنو المشروع ديالك؟ علي شنو كان المشروع ديالك اللي تقدمتي به لهذا البرنامج او لهذا المسابقه؟ أول حاجة اختيار الموضوع كان عندي هو أصعب حاجة، ولكن الحمد لله كنت كندير بزاف ديال التجارب فاش كنت صغري. تذكرت واحد التجربة درتها وبزاف الناس ما كيعرفوهاش، هي ديال الموائع لا نيوتونية. هاد عاود لي هاد الجملة هذه. الموائع لا نيوتونية. الموائع تبارك الله. يلا هضرنا عن الموائع. دابا الا خلطنا النشا مع الماء كيعطينا واحد الخليط اللي كيتعامل بواحد الطريقه غريبه. الا ضربناه بزاف طريقه غريبه الا ضربناه بزاف كيولي صلب، ولا حركناه عادي كيبقى سائل. عجبتني التجربة بزاف حيت كانت ممتعة ونيت علمية، وطرقت أن قررت أنني نهضر عليها. إذا النشا والماء، هاد التفاعل الكيميائي اللي وقع ما بين النشا والماء أجبرتيه؟ يعني كنت من بين الاختبارات قلت بأنك مولع بشي حاجة اسمها الاختبارات، وبأنك تجبر الألعاب وياك وتركبهم وتعاود من الصغر ديالك وكتعجبك هادشي، يعني دخلتي الكوزينه، خليتي ماما خرجت من الكوزينه، دخلتي الكوزينه ياك وعملتي هاد الاختبار وخرج لك نتيجه وحولتيه لبحث علمي. برافو ليك عالي، الله يلا برافو. شكرا. انا ما كرهتش هاد اللايف يتبارطاجا بزاف وبزاف بزاف باش ما نقمعوش ولادنا، باش ما نخليوهم يخربقوا في الكوزينه، ربما يخرجوا بحال عالي ياك عالي. تفضل علي كمل. اذا قلبت على الشرح ديالو وقررت انني نعاود نكتبه بطريقه كرياتيف، والحمد لله نجحت في السرد ديالها. صورتي فيديو كتطبق داك النظريه ولا غير كتهضر ولا غير كتشرحها؟ بجوج، درت تجربه وشرحت الصور. وقررت انني ندير الفرق ما بين هاد الموائع والموائع العاديه. وهادشي كان قبل طبعا كقبل الحجر الصحيه نعم كان يعني قبل علي كقبل الحجر الصحي. نعم. والنتائج توصلت بها في الحجر الصحي اللي قال لي فرحنا بزاف وما حسيناش بديك الايام في الحجر الصحي ياك. نعم. ولكن بعد الاختبارات دوزتي في الحجر ولا؟ دوزنا لقاء شفوي. شفوي كان في الحجر الصحي. هادشي اللي عرف. انت مرحلة التصويت هو كان في الحجر الصحي، وطبعا احنا عارفين بان الحجر الصحي كانوا الناس اهتمامات ديالها اخرين، يعني صعيب تلقى الناس اللي غادي تتابع واحد المجموعه ديال الناس اللي شاركوا في مجال العلوم ولا عندهم رغبه انهم يمشوا الفضاء وتتبعهم وتسندهم. هذا واحد الحاجه اللي جميله جدا، وهذا كيبين على ان الناس مهتمه وفرحانه انها تشوف نماذج بحالكم ياك عالي. رجع الصوت عالي. نعم علي. قلنا الحجر الصحي، ما واش ما كان عقبه صعب عليك الامور ولا بحال يعني؟ صراحه ما حسيتش بفرق. وجدتي بحال اولا في مرحله التصويت كنت موجد بزاف ديال لي بلون، ولكن مع الحجر الصحي ما
ما صدقوش، ولكن الحمد لله قررت استطعت انا اني نفوز يعني. وخرجتي بواحد ديك الحاجه الصحي، خرجتي منه بشي حاجه مزيانه الحمد لله. هنيئا لك علي، وهنيئا الاسره ديالك اللي كتدعمك ومازال كتدعمك، برافو. شكرا. باقي غنرجعوا لك، باقي ما شبعناش من الهضره معك دائما. غادي نمشيو عند ناصيري رانيا. لا ناصيري كنقول لها غير رانيا. ناصيري اسراء. اسراء شتي اسراء، كنخلطك مع رانيا. ما كاين مشكل. هضرنا باش ما نضيعوش الوقت باش نمشيو عند كل شيء، وباقي خصنا باقي عندنا اسئله الناس، باقي نهضروا اكثر على التجربه ديالكم. غتهضري على تجربه المشروع اللي تقدمتي بها رانيا. اسراء داكوغ. واحد الحاجه اللي تقدري تضمنها بزاف الناس سي كو انا البروجي ديالي كامل، يعني كتابه سكريبت والحفظ ديالو والتصوير، التصوير اللي درتو في ان اوبيتال، والايديتين اللي هو المونتاج والبوستين والابليكيشن، هادشي كامل درتو في ظرف اسبوع واحد. حيتاش نقدر نقول في هذيك الفتره ديال اللي كنخصني ندير فيها الابليكيشن، يقدر نقول ما كنتش في احسن حالاتي، ولكنني قررت انني ما نديرش كما العام اللي فات، نوقف وجه اي حاجه كتواجهني ونشارك في ريس تو سبيس. الوغ كانوا عندي جوج ديال لي موتيف باش نختار هاد السوجي اللي هو الاثيروسكليروزيس، اولا ثلاثه. اولا حيتاش كنشوف بلي كاملين كيمشيو كاع لي كونديدو تقريبا الاغلبيه ديالهم كيمشيو عند المات، عند الفيزيك، عند ولكن عمرو شي واحد قلال هما اللي في المسابقه داروا شي موضوع اللي هو بيولوجي. الحاجه الثانيه سي كو انا كاسراء كنامن ان الانسان الا خصو يحلم خصو يحلم كبير، خص الاحلام ديالو تكون ضخمه. ف فعلا كان عندي واحد الحلم ضخم منذ ملي كنت صغيره، ولحد الان مؤمنه بهذا الحلم ومؤمنه انه يوما ما غادي يكون حقيقه، وهو انه خصوصا ملي شفت ان النازا وبزاف ديال الشركات اللي مختصه بالفضاء المشروع ديالهم الحالي هو انهم كيفاش واش نقدروا نعيشوا في كوكب اخر من غير كوكب الارض. واقرب واحد لحد الان اللي كنفكروا اننا نمشيو نعيشوا فيه كعلماء بيان سور هو كوكب المريخ، مارس، الكوكب الاحمر. فكنت ديما كنقول بلي يوما ما غادي نمشي نقرا لا ميديسين، وغادي نكون عندي واحد التكوين في المجال ديال العلوم الاسترونوميه تو، وان شاء الله يوما ما غادي نكون في البعثه اللي غادي تمشي باش نوفر الرعايه الطبيه، ونكون ضمن العلماء اللي غادي يطلعوا للفضاء في مارس. ثالث حاجه عملتيها في بالك وقلتي لها غادي نوصل لها وغنحققها رغم العراقيل رغم كل شيء. صادفتي ناس اللي حبطوك اللي قالوا لك لا انت اللي كتحلمي؟ كاين ناس اللي الهوايه ديالها هي هذه، هي تصبط العزيمه ديال واحد اخر، تضحك من الاحلام ديالو ولا تحاول توقفه. صادفتي هاد الناس هادو؟ بيان سور، وماشي غير الناس، الحياه كلها. انا كان الحياه هي واحد عباره عن ابس اند داونز، مد وجزر، طلوع وهبوط، غروب وشروق. فديما كيكون واحد المراحل من حياه الانسان اللي كيقول بلي واش فعلا الحلم ديالي غادي يتحقق واحد النهار، كيولي يتشبث بديالو وكيولي يخدم فعلا باش يحقق. ماشي غير الناس، ربما شي وحدين ما كانوش كيقصدوها. انت كتقول لهم بغيت نمشي نطلع للمريخ، هما كيقول لك ايوا راه غير واحد الطفله، حيت انا صغري وانا كنقول هاد الهضره، كنتفرج في ناشونال جيوغرافيك، كنتفرج في دوك المسلسلات الافتراضيه اللي كيوريوك راه واحد الناس طلعوا للفضاء. كنقول لعائلتي غير صغيره ماما وبابا واحد النهار غنكون بحالهم وغنطلع للمريخ وغنطلع للقمر. وطبعا كتلقاي تشجيع من والديك. اكيد انا كنشكر بابا بعدا اللي كيتفرج، وماما واختي هاجر نصيري واختي ايه، حيت هما كانوا منذ بدايه المسيره اكبر داعمين ليا واكبر مشجعين ليا. بابا وماما كانوا كيحطوني في وسط الناموسيه ديالهم، واحد كيقريني المات وواحد كيعلمني كيفاش ندير نقرا كتاب باللغه العربيه، بحكم ان بابا عنده توتر علمي وماما عندها توتر ادبي. والحاجه الثالثه هي انني علمت انني ما ندخلش للرهانات خاسره. كنت باغي نربح شي حاجه من هذه المسابقه واخا نخسر، كنت باغي نربح انني ربما نوعي الناس على الخطوره ديال هذا المرض. كنعتذر انني ما كنعرفش نتكلم باللغه العربيه، ماشي مشكل، حاجه حنا ماشي مشكل،
الوغ لاتيروسكليروز هو واحد المرض اللي كيقص الشرايين. شنو كيدير؟ كتجي واحد الحاجه كنسموها لا بلاك لاكلاك باكيت، كتكون من الكوليسترول الكالسيوم بزاف ديال المكونات كاينه في الدم، وكتجي كتوقف في الدار الداخلي ديال الشرايين. والشرايين هو واحد العضو اساسي في الانسان، حيت هو اللي كيوصل الدم الغني بالاكسجين للبنكرياس. يعني اي شريان في هذا فيه لاتيروسكليروز في هذيك لابلاكيت، هذيك لابلاكيت كتبقى تقصح الشريان، تبني فيه واحد الجدار من الداخل، كتبقى تقصحو وتصغرو حتى كتولي هذاك الباساج ديال الدم كيولي صغير وقاطح. الوغ الدم ما كيوصلش كفايه لهذاك لورغان اللي مرتبط بداك الشريان. مثلا نقولوا هذا شريان ديال الابهر ديال القلب، كما غيوصلوش بطريقه كافيه، الوغ القلب ما غيفونكسيونيش بطريقه كافيه، وبالتالي غادي يكونوا مضاعفات اللي هي خطيره بزاف، يا اما سكته دماغيه يا اما قلبيه يا اما اضرار على مستوى العضو اللي متصل داك الشريان، يعني مثلا يدك رجلك الكلاوي اي عضو في جسم الانسان. الخطير في الموضوع انه لحد الان العلم يجهل السبب الرئيسي وراء هذا المرض، ولكن العلماء والاطباء وفروا لنا واحد الحوايج كنسميهم لي فاكتور دو ريسك، حتى هي ما عرفتش نطقتها بالعربيه. هاد لي فاكتور دو ريسك هما شي حوايج شي ممارسات كنديروهم كيحفزوا ان هذا المرض يجي لنا، واللي هما اللي كيكونوا الناس اللي عندهم الديابيت السكر، اللي عندهم الكوليسترول، الناس اللي كتكمي التدخين، الناس اللي كدير كتشرب الكحول. ولكن هادشي ما ينفيش انه مثلا واحد الشخص سليم ما عنده لا ديابيت لا كوليسترول فيه داك الشيء كامل وعادي، ما كيدخن ما كيشرب كحول، حتى هو راه كاين عوامل، كاين دي فاكتور اللي هما مباشرين، عوامل مباشره، وكاين عوامل اللي ماشي مباشره للمرض. وبالتالي الحلول اللي غادي يقدر مثلا انا عندي لاتيروسكليروز ومشيت واكتشفوا فيا اكتشفوا فيها الطبيب، واللي غالبا هذا الاكتشاف هذا التشخيص كيكون في مراحل متاخره من المرض، او كيكتشفوا فيها غادي يكون امامه يا اما ميديكامون يعطيك ان تريتمون الا كان داك البلاكيت مازال ما تقفاح، او يكون تدخل جراحي. ولكن لي ستاتستيك وللاسف في غالب الاحيان بالنسبه للاتيروسكليروز الناس يا اما كتوصل ميته يا اما بسكته دماغيه، وعليها بغيت انا ننبه الناس انه الحل في يديهم، الصحه ديالنا والسلامه ديالنا والوقايه خير من العلاج. كان فيديو ديالك، كان فيديو ديالك بحال الشاب اللي معانا، كان فيديو هو مضمون ديالو علمي مبسط على واحد لا مالادي، لكن بسطتيها في فيديو وعاد عملتي فيها عن طريق توعيه وتنبيه. طبعا كنتي على هذا الموضوع كنتي في بزاف لي ريغيرش وشفتي ناس اللي مختصين كنصيري. اختي هي الان طبيبه مقيمه في تخصص جراحه الاطفال بالرباط، هذه السنه الاولى ديالها، وكانت اكبر الداعمين ليا حتى هي بزاف، حيت هي اللي علمتني نقرا لونجلي وهي اللي دعمتني باش انني نكون صحيه ليها. تبارك الله، هي راه النجاح ديالك من النجاح ديالها، مسيره موفقه جدا. باقي غنرجعوا لك، نمشيو عند رانيا. رانيا باختصار شديد غادي تهضري لنا شويه على البروجي ديالك باش نشوفوا الزملاء ديالك هما. وي رانيا تفضلي. اول حاجه هي انني في السوجي ديالي خرجت على لا زون دو كونفور ديالي وهضرت على سوجي في لا بيولوجي. انا ما عنديش كاع هذا السوجي اللي هضرت عليه هضرت على البكتيريوفاج، والبكتيريوفاج هما لي فيروس كياكلوا لي بكتيري. رانيا كنظن رانيا عندها شي مشكل. نمشيو عندك انس، تتعوض رانيا تفيكسي لو بروبليم ديالها باش نرجع عندها. نمشيو عند انس الغالي. انس نعم، هذا البروجي ديالك انس اللي تقدمتي به. اولا البروجي ديالي بعد ما وصلت لهذا السوجي تدوز 2 ans وانا تنخدم على السوجي وتنخدم على بزاف ديال السوجي، و
خدمت على بزاف ديال السوجي كل مره تنوصل لشي بوين تنقول بلي راه ما تكفينيش 3 مينوت ولا ما تلقاش شي اكسبيريونس اللي نقدر نديرها بطريقه بسيطه ولا تيكون السوجي شويه معقد دونك تنخليه حتى لواحد النهار وكنت نتناقش عاوتاني مع الاخت ديالي وصافي توصلنا لهاد ليدي ديال علاش ما تنقدروش نتمشاو فوق الماء وهي واحد السؤال اللي مش حال هادي هو كان عندي وكان عند بزاف ديال الناس علاش ما كنقدروش نتمشاو فوق الماء وكان عند بزاف ديال الناس وما عمرنا زعما خديناه بجديه ومشينا قلبنا على لا ريبونس سيانتيفيك ودرنا اون ريسيرش وقلت مع راسي بلي راه ماشي بزاف ديال الناس يقلبوا عليه وغيكون شويه اميوزون ولا فيديو تكون شويه باسكو هاد لا كيسيون ان بو كتشبد لاتونسيون ديال المتفرج صافي بديت نخدم على السوجي والحمد لله ما لقيتش فيه صعوبه تا ليكسبيريونس كانت سهله ومتوفره وليدي اي لي سامبل هي انه كاينه اون فورس واحد القوه اللي هي نسميوها بالفرنسي لاتونسيون دو لا سيرفاس دو لو هي قوه مارش هذا du coup حنا ملي تنوقفوا فوق الماء بحال اللي تنهرسوا ديك لا فورس باسكو لا فورس دو غرافيتي كتكون اكثر من لا فورس دو لا طونسيون وتنخرقوا هذيك القوه اللي تجمع على لي موليكول دو وصافي تنطوم ما يمكنناش نبقاو تنتمشاو فوالا سي اون ايدي سامبل والحمد لله كان مسهل نشرحها وندير عليها اكسبيريونس حنايا دابا في ظرف خاص ان شاء الله في ظروف اخرى غيكون غنجمعكم كاملين ونحتفلوا بكم طبعا ما ننساش هاد المبادره ديال شبيبه حزب الاستقلال واللي عطاتكم مساحه حقيقه مساحه كانت مستحقه واللي باقي خصنا نعرفوا بكم اكثر ونحتفلوا بكم اكثر كنعرف ان الاغلبيه ديالكم عانى واحد شويه من الاحباط خصوصا ان الاعلام بزاف ما طرقش ليكم وربما كان خلط او كان خطا او كان يعني عن غير قصد اغفل المشاركين 12 اللي فازوا وكانت كفائزه واحده اللي ما تمكناش تكون معنا حتى هي هنيئه لها وحتى هي تفوقت تبارك الله علينا تبارك الله عليها ما عندنا ما نقولوا فيها تبارك الله حتى هي متفوقه في جميع المجالات لا لم طريقه تقديم الفيديو ولا المرور ديالها بمجموعه ديال الشبكات الاعلاميه الكبيره المرور ديال الاعلامي كان موفق جدا وطبعا هذا كانت مفخره هي وقدمت نموذج جميل للمغرب ولكن راهي ضمن 12 اللي فازوا اللي هما اليوم معنا واليوم كنحتفلوا بهم واليوم كنقدمهم للراي العام واللي انا عندي رجاء خاص هو ان هذا اللايف بغيتو يتبارطاجا بغيت احتفاء مغاربي او مغربي بهذا الشباب الوسيم اللي أنا شخصية اليوم أنا تلميذة في حضرة الأساتذة أساتذة من مختلف المدن المغربية كما كتشوفوا مواضيع ماشي سهلة كما كتشوفوا مواضيع معقدة وتبارك الله بطريقة ذكية بالمثابرة والدراسة والصبر أغلبهم هنا يقال بأن شارك مرة وجوج وما توفقش وعاود شارك ومع ذلك ما استسلموش بالعكس طوروا من راسهم طوروا من الإمكانيات ديالهم طوروا من القدرات ديالهم عملوا فيديو اللي فيه معلومات علمية معقدة في الحقيقة ولكن بسطوها اللي قلت أنا أي واحد يقدر يتفرج يفهم مواضيع اللي كانت معقدة وجدت في واحدة الظرفية اللي في الحقيقة صعيبة اللي هي الكونفينمون للحجر الصحي مع ذلك الشيء ما منعهمش أنهم يستمروا ويتفوقوا وخاف الحجر الصحي وخا الضغوط النفسية اللي كنا كنعيشوها في الحجر الخوف من الوباء الخوف أننا نتصابوا الأرقام اللي كتطلع لنا دابا ساعة ديال الإصابات وديال الأعداد المرضى وديك شيء مع ذلك لقاو مساندة من عند الرأي العام لقاو مساندة مغربية لقاو مساندة مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا ان من خرج اسم الفائزة شعور كان جميل وكان شعور ديال الفخر ممزوج بالفخر ممزوج بالثقه في المستقبل وهذا لا يمنع ان الكونفينمون كان عنده واحد الحجر الصحي
كان عنده واحد الأثر كبير على هذا الموضوع هذا، أن رجعنا كان اهتموا أكثر بالعلماء والمجال العلمي والأطباء والبحث العلمي، رجع كنقول أنا كان رد الاعتبار للعلماء والناس اللي فعلا كتستحق منا كتستحق منا التنويه وكتستحق من أننا نبينوها وتظهر ونفتخر بها وتكون إكزامبل مثال للشباب. أنس، أنس غرجع عندك أنس، وكان كنستسمح دائما على الاعطاء التقنيه لان حنا دائما في مباشر وكل شيء نقدروا نهدكو، ولكن الحمد لله المتابعه ديال اللايف هي شي حاجه كتفرح، ناس كتتابع وناس كتصيفط الميساجات، وهذا هو اللي بغينا. أنس كنتي كتهضر لي على التجربه ديالك العلميه، كمل لي، كمل لي في وصلتي. كنت نقول باللي كنت نشرح لي ديالي اللي هضرت عليها، قلت باللي سي اون ايدي سامبل وتا الاكسبيريونس كانت كانت اكسبيريونس بالنسبه، لان قلت الموضوع سهل، ولكن الموضوع هو ماشي سهل، موضوع انت بقوه قريتيه ودرستيه وبسطتيه في الفيديو اللي كان بطرق تقنيه عاليه جدا وجميله جدا ومبهر. انا نقدر نقول ان الفيديو ديالكم كانت شي حاجه مبهره، يعني حتى الناس المتخصصين في البرمجه وفي الاعلاميات بعض الاحيان غيعجزوا يعملوا بحالهم، وهذا ان دل على شيء، دل على التفوق ديالكم والاصرار ديالكم انكم يكون محتوى جيد ومحتوى اللي الناس ما غادي تشوفوا غادي تقول برافو على اللي عمل هذا الفيديو. ياك انس؟ شكرا. انس تبارك الله عليك، باقي غادي نرجعوا عندك، باقي تعطينا نصائح وباقي غادي نهضروا اكثر معك. حمزه عاطف. نعم. هضرتي لنا على مشروع ولا مازال حمزه؟ سي دويت عليه. اييه واخا كنشوف واش انت معانا ولا لا. صحه العباسي. انا اللي باقي ما هضرتش على الفوالي. ممثله دائما مدينه طنجه. انا بالنسبه لي انا المرحله ديال اختيار الموضوع كانت هي اصعب مرحله بالنسبه لي، كنت كنقلب على بزاف ديال المواضيع، كنت شكون اللي غادي يقدر يخليني ندير البصمه ديالي في هاد لا كومبيتيسيون الكبيره اللي فيها 1650 مشارك اللي نقدر زعما نبان فيها. الوغ مشيت كنقلب وطحت على واحد الماده. صح ما عرفتش واش الصوت من عندك ولا من عندي، مي الوغ انا كما قلت قبيله المرحله ديال اختيار السوجي ديالي كانت بالنسبه لي اصعب مرحله، كنت بغيت واحد السوجي اللي يقدر يثير الانتباه ديال كاع اللي غادي يتفرجوا في الفيديوهات، الانتباه ديال اللجنه والتحكيم بيان سور. وبديت كنقلب، المهم بقيت خدمت على بزاف ديال لي سوجي واللي ما عجبونيش، دونك حاولت انني نمشي لشي سوجي اللي يقدر يعاون في واحد المجال اللي هو مجال الطيران. بيان سور الا كتبغي شي حاجه دائما كتحاول انك دير لامبوسيبل باش تصور. دونك قلت مشيت عند الاصدقاء ديالي قلت لهم واش كتعرفوا الجرافين، شي وحدين دوك يقولوا لي الجرافيت، المهم قلت هذا هو السوجي ديالي بيسكو شي وحدين ما عرفوش. دونك قلت ان الحياه ديالنا بدون علم وبلا تكنولوجيا ما غاديش تكون حتى شي حاجه، ما نقدروش نتوقعوا الحياه بلا علم وتكنولوجيا، وهي ضروره اساسيه في نخدم الكوتيديان، داكشي علاش كتخلي الحياه ديالنا سريعه وبسيطه جدا. دونك لو سوجي ديالي اللي هو الجرافين، لو سوجي ديالي اللي هو الجرافين تم الاكتشاف ديالو من طرف عالمين، اندري جيمان كونستانتين نوبل في اليونيفرسيتي اوف مانشستر في يونايتد كيندم. هذا لو سوجي هذا هو واحد الماده اللي تم الاختراع ديالها بواحد الطريقه بسيطه جدا عن طريق الجرافيت اللي كنلقاوه في قلم الرصاص وقطعه ديال السكوتش. دونك سبحان الله هذه الماده من اهم ذره في الحياه على كوكب الارض اللي هي الكربون، وباش كتشوف زعما شي حاجه بسيطه وقادره انها دير ثوره في العالم التكنولوجي والعالم العلمي والطبي ومجال ديال الطاقه. وهذه الماده هذه باش كتميز انها فليكسيبل ترونسبارون لدرجه 97.7%، وانها زعما 200 فوا بلو فور كو لو فير، دونك هي رقيقه من الشعره و200 مره اقوى من الحديد سبحان الله. دونك حاولت نخدم على هذا لو سوجي هذا، وهذا السوجي اللي راهنوا عليه بزاف ديال العلماء وقالوا انه يقدر يعاوننا في شتى المجالات، مثلا الطاقه، علوم الطيران وبزاف ديال المجالات. وكيف ما قلت بغيت نستمر في واحد الموضوع من غير لو سوجي ديالي، كما قلت لكم من قبل انا عضوه في مبادره مغربيه اسمها سكويلا اللي كتعني المدرسه سكويلا في سبرينيا، المهم كتعني المدرسه. دونك هي مجموعه من الشباب المغربي اللي الهدف ديالها الاساسي
هو تبسيط العلوم، حيت هضرنا على تبسيط العلوم قبيله وما قدرتش نقاطعك، دونك دابا غادي نطرق لهاد النقطه المهمه. بزاف ديال الناس وكيقولوا لي كيفاش نقدر نشارك في المسابقه وانا زعما ما عنديش كيفاش غادي ندير. دونك هاد المبادره هادي اللي كتحاول تقرب العلوم للدارجه المغربيه تحت شعار العلوم للجميع، هو عندنا جوج ديال الفرق، الفريق العلمي والفريق التقني. الفريق العلمي اللي كيتكون من بيولوجيين، فيزيائيين، اخصائيين في الطب، في الهندسه، وبالاضافه لعلوم الطيران والفضاء، واللي حصل لي الشرف انني نكون تحت اطار باحث سلك الدكتوراه في علوم الكونيات. وطبعا كاين الفريق التقني اللي كيضم المصممين والمنتجين. الو كنصح الشباب اللي دخلوا عندي في الخاص وكيقولوا لي زعما كيفاش نقدر نشارك، شنو هو لو تيجي اللي يقدر ياتيغي لجنه التحكيم وداكشي. دونك بالنسبه للتلاميذ اللي باغيين يشاركوا في المسابقات العلميه بحال ريسو سبيس، يوسعوا يدخلوا لهذه المبادره ويوسعوا المعارف ديالهم، سواء في الحياه، سواء في العلم، سواء في اي مجال بغاو. لهذه المبادره الهدف ديالها هو خدمه المجتمع بتبسيط العلوم، وضيق تبسيط العلوم هو الموضوع اللي تطرقت له عندما طلب منا حنايا كتلاميذ جدع مشترك باعتبارنا قوة اقتراحية تطلعات مغرب الغرب. دونك هذا هو الشيء اللي تطرقت له في هذا الموضوع. دونك هذا كان باللغة الانجلي، هذا كان بالانجلي ولا فرونسي هذا الموضوع هذا اللي قدر قالوا لكم تخيطيوه؟ شنو هو ديال المسابقات المغرب العلمي ولا بالانجلي؟ دائما بالانجلي ياك بالانجليزية. ديال مغرب الغرب انا اخترت الفرنسية، اخترت الفرنسية وهذه اخرى الانجلي. دونك انا كنبغي نقول للناس اللي كيحطموا القدرات ديالهم، كنبغي نقول لهم عافاكم. انا كنامن بواحد الحاجه منذ الصغر ديالي، ان هؤلاء الواقفون فوق قمه الجبل لم يهبطوا من السماء هناك. دونك تعلم الاخطاء ديالك، تجاوز الانتقادات الهادمه ديال الناس حيت ما غاديش ينفعوك بوالو، اعترف بنقط الضعف ديالك قبل ما تبين القوه ديالك. والحمد لله انا ما كنقود في راسي براسي ديال شي باسكو سيلف ديفلوبمنت هي شي حاجه اللي مهمه بزاف في الحياه ديالنا، وانا ما كنعيش بهذا الشيء زعما تخلى على الدعم ديال الناس. بالعكس انا فخوره بالدعم ديال الاصدقاء والعائله ديالي والاسره ديالي، بابا وماما اللي شحال ما كيعاونوني وعلموني اننا ما نوقفش وما نعياش حتى نحقق الحلم ديالي. دونك بغيت نشكرهم من هذا المنبر. بالعكس صحر، هاد الدموع هادي غالية علينا، هاد الدموع دموع ديال وحدة فخورة، احنا بعلا فخورين بك ومدينتك فخورة بك، والأهل ديالك أكيد 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 غيكونوا فخورين بك ورفعتي راسهم، وأي أم وأي أب يتمنى ويكون ولادهم بحالكم. هادو من النماذج اللي كيربيو ولادهم فيهم، وحنا هي هذه فرصه باش نقولوا ها هما النماذج اللي خصنا، وها هما الوليدات اللي بغينا، وها هما شنو سميتو لي زيكزامبل اللي بغينا نسلطوا عليهم ضوء اكثر. وبحال قلت لك هاد الدموع هادي ما هي الا فخر براسك وفخر بالانجازات ديالك. الوالدين ديالي والعائله ديالي الاصدقاء الاساتذه والمدرسه ديالي اللي واخا في الظروف عند المهم الدراسه عن بعد كملنا الدروس ديالنا بدون اي صعوبه، مدرسه مؤسسه مدارس تنجيش دي زيرو دي ايغو بارمون. ميرسي بوكو. صافي هادشي هادشي ما كان. صحر طبعا انتينا كتتبعي مواقع التواصل الاجتماعي وكتتابعي اونطارونتيز المؤثرين والمؤثرات اللي كيكون عندهم واحد النومبر عالي، الناس بزاف الناس كيتابعوهم المحتوى ديالهم، ماشي ضروري يكون محتوى جيد او محتوى اللي حنا بغيناه، ولكن كتلقى عندهم متابعين. كاين شي حاجه اللي ما كتشوف ديك المحتوى ما كتعجبكش وكتقول لو كانت هذه تكون هذه حسن، اولا كاين يعني كاين ما كاينش اهتمام بالمجالات ديالكم اولا بالناس ديالكم، ولا كيفاش كتشوف انتينا من خلال المتابعه ديالك للناس اللي مسلطه عليهم ضوء اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي اولا في البرامج التلفزيه اولا في بزاف ديال المواقع بزاف ديال لي ريزو. Alors, qu'il y a des influenceurs ou des influenceuses qui font le محتوى ديالهم des créateurs de contenu اللي كيكون عندهم محتوى جد مفيد بحال نجيب المختاري اللي كان من اللجنه اللي
قيمة الفيديوهات ديالنا في فريس سبيس فعلا. وكاين دي كريتور دو كونتينو اللي كيكون المحتوى ديالهم زعما ماشي تري انتريسون 100%، مي كنحترمهم جو لي ريسبكت، واي واحد كيدير شي حاجه زعما كيبغيها دونك ما عندي ما نقول له. واللي كنبغي نقول فقط ان الاعلام كنبغي زعما ان يكون الاعلام يولي امانه قبل ما يكون رساله، فهمتي؟ حيتاش هذا المشكل اللي وقع في الاخر وهاد الضجه ديال زعما ما بناش حنايا الناس المشارك بانت فائزه وحده، حنايا كنبغي نقول ان الاعلام هو قوه كتدعم كل واحد ناجح وكيستحق الدعم. وان صدق عميق كانت الصديقه ديالنا حتى هي كتستحق هذا الدعم، وعلى ما اظن ان المعلومات اللي وصلت للصحافه هي كانت فقط معلومات ما كانتش دقيقه، داكشي علاش الناس يتهضروا كاين فائزه. كنشوف انا ودابا شفتي اليوم راه كاين بزاف المواقع خرجت الخبر ديال الفوز ديال 12 واحد. في الحقيقه في الاول كنا كان عندنا معلومه مجزأة، يعني معلومه ماشي كامله بان الوحيده اللي فازت او قدرت تفوق هي انصاف، ولكن في الحقيقه كان 12 فائز، 12 واحد قدروا يوصلوا النهائيات وقدروا يفوزوا، وهذا لا يفسد للود قضيه. باش نقول للناس اللي كيتفرجوا في اللايف ان ريس سبيس 2020 هي عائله واحده، والنجاح ديال التلميذ واحد بيناتنا كاملين، دونك ما زعما داك المشكل هذا لا يمنع ان كل واحد نعطيه لكل ذي حق حقه. انتما تستاهلوا انكم تفيقوا وتستاهلوا التنويه وتستاهلوا ان الصحافه تهضر معكم تسمعكم دي روبورتاج وان الناس تبارطاجي هذا اللايف. انا كنأكد ان الناس تبارطاجي هذا اللايف، هنايا طاقات ذخيره وهنايا ناس اللي محتاجين أن نعرفهم ونقولوا افتخروا بنقولوا هادو راه مغاربه، هادو راه من الشرق من الجنوب من الشمال من الغرب كاملين بهم تفوقوا في مجال صعيب، مجال ماشي سهل، وان شاء الله باقي المستقبل قدامهم. صحه تدخل على التدخل ديالك نمشيو استاذ انصاف، تدخل بسيط. اذا نعم. اريد ان اقول ان نحن لسنا الدفعه الاولى في هذه 12 تلميذ اللي غادي يمشيو مخيم الفضاء، بل كانت مسابقة دي زيديسيون اللي قبل، وكاين 12 تلميذ في كل عام فات 5 سنين اللي فات كلهم بحالنا نفس الإنجاز داروه، وكنا غادي نمشيو نفس البلاصة باش هكا ما ندوش على ليديسيون ديالنا حنا ونخفوا الآخرين. لا حنا أنا ذكرتها في الأول حمزة. نعم. قلت بأن هذه سادس إيديسيون، هذه سادس. نعم. الستار على سادس. نعم. للسنة السادسة للتوالي، هذا ما كي يعنيش أننا حنايا نقصنا من آخرين. أيه. بالعكس، هذه كل سنة النتاج ديال كل سنة حنا فخورين به، وطبعا هذوك طبعا مستمرين وبحق النجاحات. دابا حنايا في 2020 كنهضروا عليكم، وإن شاء الله في 2021 أو 22 هضروا علينا ساخرين. هذا هو مهم يكون المضمون ديال مهم في هذا النهار، هذا كان احتفلوا ب 12 واحد تسوج في هذه المسابقة، هذا هو ليسونسيال. حاطي شكرا رانيا، تفضلي. كنتي كتحدثينا على المشروع ديالك اللي قدرتي أنك تأخذ به اللقب واللي قدرتي تنجح به المسابقة. كنت في الأول قلت أن هاد السوجي فاش فكرت أنني نشارك بغيت ندير أن سوجي اللي ما كيفكرش كل شيء يديرو، يعني أنني كنت بغيت نخرج على داك الإطار ديال علوم الفيزياء علوم الفضاء اللي كان في هاد الإطار، يعني مشيت قلبت على شي سوجي تخرج من الكونفور ديالك، مشيتي على شي حاجة أنا براسي مشيت لشي حاجة ما كنقراش عليها بزاف، ما كنتفهمش ما عنديش عليها معلومات بزاف. وعلاش زعما باش تبرهني شي حاجه راسك ولا تكتشفي شي حاجه شي ميولات اخرى ولا كيفاش مشيتي لواحد الحاجه ديالك؟ باش اول حاجه باش انا نخرج من لا زون دو كونفور ديالي، انا نمشي نشوف واش نقدر نبحث في شي مواضيع اخرى، مواضيع ما كتعلقش بالدرجه الاولى بالفيزياء ولا بالفضاء، وايضا باش يكون عندي اكثر ديال لي شانس باش انني ندوز حضوض باش ندوز في المسابقة. وقلبت على مواضيع، وكانوا بزاف خلاص ديال المواضيع اللي كانوا انتريسون مهمين بزاف، ولكن هذا الموضوع عجبني بزاف حيتاش انه غادي ينفع الهيومانيتي في الفيتور، الطب بزاف غينفع الانسانية في المستقبل. اللي هو الموضوع هو لي باكتيريوفاج، وهما ملتهمات البكتيريا. هاد لي باكتيريوفاج
هما اول حاجه كاينين فين ما مشيتي، يعني هادو فيروسات، هما فيروسات الدرجه الاولى كاينين فين ما مشيتي، كاينين فوق الجلد ديالنا، في لي زانتستان ديالنا، في اي اسطح كانوا، يعني كاينين فين ما مشيتي، وهما صغار بزاف اول حاجه حيت راه فيروس هذاك. والدور ديالهم هو انهم كياكلوا لي باكتيري، كيقضيو عليهم البكتيريا كيقضيو عليها بشكل يعني سريع جدا. واختاريت هذا السوجي حيت ان هذه البكتيريا هاد الفيروسات غادي يقدروا انهم يعاونوا لليومانيتي في الفيتور. هاد الفيروسات يقدروا يعاونوا في لاميدسين، غادي يعاونوا يعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كيمرضوا بديزانفيكسيون ديال لي باكتيري وهاد لي فيروس. الا لقينا دي فيروس بوغ شاك باكتيري نقدروا نقضيو على هاد الامراض اللي اهتميتي شويه بهذا الفيروس كورونا؟ لا ما نعرفوش الحلالي ديك، ما عنديش علاقه بزاف مع ما عندوش علاقه بزاف مع السوجي اللي درت عليه، يعني ايه عرفت ما عندوش علاقه، ولكن كوحده باحثه وكوحده مهتمه بهاد لي فيروس وهاد العالم ديال الفيروسات، بحثتي شويه؟ كان كنتي مهتمه بهاد المرض انت بحال كل الباحثين واخا انك باحثه صغيره؟ يعني انا كما قلت في الاول راه المواضيع اللي كيكونوا متعلقين شويه بعلوم الحياه، يعني البيولوجيا ما عنديش معهم بزاف، يعني انا ما كنبحثش فيهم بزاف، ما كنهتمش. دونك انت بحثتي في الموضوع اللي غادي تشاركي به في المسابقه وطورتيه واكتسبتي فيه معارف ودوزتي فيه للاختبار والحمد لله دوزتي وتفوقتي، هنيئا لك رانيا، برافو، فيليسيتاسيون. هضرنا على المشاركه ديالكم، هضرنا على التفوق ديالكم، هضرنا على طبعا كاملين بكم دوزتوا صعوبات، ماشي سهله انكم تخدموا واحد بروجي بقاو تنساو تستناو الرد وتستناو لي زيتاب دوز هادي ومر هادي مر هادي. تكلمنا على النجاح، كيفاش تقبلتوا النجاح ديالكم، كيفاش كان خبر النجاح والناس اللي دعموكم اللي قلتوا بالدرجه الاولى، الاسر ديالكم الاساتذه ديالكم، وهم مشكورين على هاد النتيجه، لان هاد النتيجه نجاح ديالهم، نجاح ديالكم عفوا من النجاح ديالهم. نقدروا كل واحد يقولنا شنو اهم حاجه استفد من هذه التجربه، الحاجه اللي زادت له في الشخصيه ديالو. طبعا تبارك الله، انا كما قلت عندكم اهتمامات، عندكم بطولات، كاين اللي عنده بطولات رياضيه، كاين اللي عنده متقلد مناصب، المناصب جمعويه، متقلد واخد مسؤوليات، ولكن هذه تجربه جديده غنيه، وكاين اللي قلت بحال اللي قلت شارك مره وثانيه وما استسلمش ونجح. كانت تجربه غادي تكون غادي تبصمها التاريخ ديال الحياه ديالك، غادي تبصمها ان واحد العام شاركت واحد مسابقه ونجحت. شنو اكثر حاجه اللي قدروا استفدتوا منها وتقدروا تقسموها مع الناس؟ نمشي عندك ندى، شنو الكلمه اولا كلمه ولا جمله، شنو اكثر حاجه خرجتي منها بهذه المسابقه؟ عرفتي القيمه ديالها اللي خرجتي منها؟ طبعا بلا ما نهضر على دوك المهارات وتطوير اللغه الانجليزيه، داكشي اللي كيجي مع المسابقه واللي كنعرفينه، ولكن الحاجه اللي الصراحه غافلين عليها بزاف الناس هي انه فاش كتجي توجد مثلا مقابله ولا كتجي تجاوب على دوك الاسئله اللي كاين في الابليكاسيون، راه اسئله اللي متعلقين بالشخصيه ديالك، متعلقين باللي بلون ديالك في المستقبل، متعلقين ب يعني الامور ديالك الحياتيه الشخصيه. فهاد الاسئله هادو الصراحه ما كنتش عارفه لهم اجابات، فاش كنت كنحاول انني نخدم على المقابله ولا نخدم على الابليكاسيون، حاولت انني يعني نسول راسي ونعرف يعني نعرف شكون انا، كنت كنشارك يعني بزاف ديال التظاهرات ولكن انا ما كنتش عارفها، فبزاف الاسئله كنت يعني انت من خلال هذه المسابقه اكتشفتي مكامن القوه، مكامن القوه اللي كاينه في شخصك. انت قلتي لي قبل بانني ما كنتش بديك البراعه اللي كيقولوا خصني تكون عندي في اللغه الانجليزيه، ولكن انا طورتها ياك هذا المهم، هو التطوير حتى واحد ما يعني ما كاينش شي واحد كيخلق كيعرف كل شيء اللي نقدروا نستافدوا منك، انا ما كاينش شي واحد كيخلق عالم، ولكن بالمثابره وبالجد وبالبحث كيرجع عالم واحد اليوم من الايام. بالضبط، وكاينش احتمال. شكرا ندى. حمزه، شنو اكثر حاجه استفدتي من هذه التجربه، خديتيها من هذه التجربه؟ اذا الحاجه اللي استفدتها واللي نبغي نشاركها مع كاع المشاهدين هي الواحد يحلم كبير،
وقت ما جاتو شي فرصه ما يضيعهاش، يشد فيها بجوج يدين، ما يضيع حتى شي فرصه وما يبقاش يقارن راسو مع الناس الاخرين، ما يقولش لا راه كينحسن مني تخبرات الاخرين. كل واحد عنده قدرات خاص غير يعرف شنو هي ويطورها، وان شاء الله راه الحاجه الا بغاها الواحد غادي يوصل لها. يوصل لها يوصل لها. علي علي الصغير، علي اكثر حاجه كنتي بها من هذه التجربه؟ هذه المسابقه ساعدتني بزاف انني نكتسب واحد الثقه في النفس اكبر. في الاول كنت كنامن بلي نقد نتهز من ذاك العدد الهائل ديال المشاركين، لكن الحمد لله تفوقت. برافو علي، برافو علي. نمشي عند رانيا. رانيا شنو الحاجه اللي خرجتي بها من هذه المسابقه من طبع الفوز ديالك؟ يعني انا شي حاجه اللي استفدتها من هذه التجربه هي ان الانسان خصو ما يخافش، يعني لاحظ شي حاجه في راسو يقدر يوصل ليها باي طريقه، الى حد شي هدف في راسو يقدر يحققه، يقدر يوصل لاي حاجه بغاها بالعمل الجاد وبالاصرار، وما خصش بنادم يبقى يطيح من القيمه ديالو، يعني انه قد يدير اي شيء بالاصرار غادي يوصل. صافي هادشي اللي تعلمت. ناصري نمشيو عندك بعجاله، لانه باقي خصنا نشوفوا الاسئله ديال الناس. ناصري شنو الحاجه اللي استفدتي منها ولا اللي خرجتي بها من هذه المسابقه وهذه التجربه؟ تعلمت واحد الحاجه، هي انني دابا متاكده انه مهما كانت الصعوبه ديال شي تحدي جاي في المستقبل غادي نكون قدو، لن اسقط. علاش؟ والدليل على ذلك هو اسبوع of non sleep work، اسبوع من العمل المستمر اللي يمكن كانت فيه ليالي ما نعستش فيها. وغير واحد الرساله قصيره للاباء والاولياء، حيت هضرتي على الاباء والاولياء اللي كتفرجوا فينا دابا، الرساله ديالي ليهم: امنوا بالاطفال ديالكم، امنوا بولادكم. ماشي بنت ولا ولد غادي يقول لك بابا بغيت ندير الموسيقى، بابا بغيت ندير هادي، ماما بغيت ندير هادي. ما توقفوش حيتاش خصو يمشي يقرا الماط والفيزيك، ما توقفوش حيتاش خصو يكون بحالك طبيب ولا شي حاجه، ما توقفوش على الاحلام ديالو حيتاش ملي كتكون كدير شي حاجه كتبغيها كتوصل. وحتى داك الشيء ديال الفنون والموسيقى والاداب وهذا والعلوم الانسانيه، راه الا كانت حدا العلوم الطبيعيه والفيزيائيه والرياضيه راح كتعطي واحد الانسان فعال في المجتمع. ناصري تبارك الله عليك، كلام من ذهب ونصائح من ذهب، وكنتمنى يكونوا الاباء والامهات متابعينا اليوم، لان فعلا غيستفدوا وغيفيدوا. انس، سيدي انس الغالي من مدينه تس العلميه. كتشبهني بواحد السيد اللي عزيز عندي وقريب لي، وكنوجه له التحيه، هو عارف راسو كتشبه له فوتوكوبي سبحان الله العظيم. قولي انس، قولي شنو خرجتي من هذه التجربه هذه؟ شنو الحاجه اللي خرجت بها من هذه التجربه؟ واستفدت بزاف، استفدت ديال الحوايج. اول حاجه هي انه واحد الحلم عندي كان كبير قريب المدى، ولاني واخا كان كبير ومن درت فراسي تمكنت من انني نوصل ونحقق، اكتسبت ثقه في النفس وواحد العزيمه كبيره باش نزيد نمشي مورا الاحلام ديالي باش نحققهم حتى هما، شحال ما كانوا كبار ولا صغار ولا بعيدين المدى، ولا المهم هو نحقق الاحلام ديالي. بطبيعه الحال تولت عندي واحد الرغبه في البحث، زعما دابا ولات عندي او اي كيسيون تجيني سيونتيفيك تمشي نقلب عليها، ما تنبقاش زعما نخليها لابري ولا شي حاجه. يعني اهم حاجه استفدتي منها بحال اللي قلتي بزاف ديال المعارف طبعا، ولكن استفدتي انك ما تاجلش العمل، حاجه خصك تعملها خصك تعملها. بحال اللي قالت لنا ناصري، قالت لنا استفدت بان حتى حاجه ما مستحيله. رانيا كذلك، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، بالعمل والاصرار غنوصل. شكرا. هي انه الحاجه اللي موتيفاتني بزاف هي الجائزه اللي غنفوزوا بها ان شاء الله منين نمشيو، وديك زعما الاكسبيريونس ديال هضرنا على الجائزه اكثر، هضرنا على الجائزه اللي غتعملوا اللي غتمشيو لها ان شاء الله. غيكون عندنا اسبوع ديال لونترينمون ديال لي استرونوت،
غنكون نتعامل معنا بحال دي استرونوت، غنكون نديروا كاع التمارين اللي تيديروا كاع نديروا محاكاه ديال رحلات فضائيه، غنديروا بزاف ديال الاكتيفيتيز. بيان سور بحال ندير تجربه مصغره ديال شنو زعما ديال الحياه ديال رائد الفضاء. جميل. هذا هو زعما بزاف اللي شافوا غادي تشاركوا كلشي كيقول لي كيفاش غنعملوا، كيبان لهم هما غير ديك الفضاء اللي غادي يمشيو، كيفاش غادي نوصلوا حتى حنايا، كلشي كيقول لي انا كتبي ديك عجبني هذا المجال ديال الفضاء وهذا كيفاش غادي نعمل. اهم حاجه هي يكون تعجبوه هذا الشيء، الا كان تعجبوه كانت عنده العزيمه يقدر يوصل. او ما حتى حاجه، الشباب كاملين اكدوا كيقولوا لكم ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، بل بالعمل والاصرار والحب للمعرفه كل شيء كيرجع هين بالخدمه، شويه الخدمه والاهتمام، ونخليو شويه التفاهه، خليو شويه تعود ديك الساعات قدام الانترنت، ساعات قدام الانترنت اللي كان كيدوزوها اغلب الشباب غير في يا اما كيتفرجوا شي لايفات اللي مهم هكا كيطلعوا هما كيطلعوا التوندونس، فيديوهات اللي كيطلعوا في التوندونس حنا عارفين شنو هما، ومع العلم ان الحمد لله في هذا الكونفينمون قل هذا الشيء، وكنشوف الناس كتهتم بالمواضيع الجديه اكثر، كتهتم مشات كتبحث في الناس هادو اللي كتشوف السيره ديال الناس اللي يقدر يفيدوا في هذا المرض اللي جانا على غفله، في هذا الوباء اللي هذه الجائحه اللي جات ما عملناش الحساب. هذا يمكن فرصة نقولوا احنا خصنا نوجهوا شويه الانظار لهاد الناس هادو، وهاو ما قدمنا 12 واحد كاين اللي قدر اليوم يحضر معنا لايف، كاين اللي ما قدرش، ولكن كلهم بصموا التميز بحال اللي قلت، عملوا شي حاجه اللي واعره بزاف بالاسماء ديالهم، بالفرحوا المدن ديالهم، هنايا مجموعه المدن اللي فخوره بكم. بغيتكم بعجاله تعطيو نصائح للاطفال، قلنا لا شنو استفدتوا دابا نتوما، نصحوا الشباب اللي كيشوفوا فيكم شنو غتقولوا له، شي واحد اللي ياخذ الكلمه، ماشي اللي عنده شي كلمه يقولها، يتفضل. واخا ناخذ الكلمه، قول انس. اول حاجه هي منين ديك السؤال اللي كانوا تيسولونا ملي كنا صغار، شنو بغيتي تكون ملي تكبر، وتدخل هاد غياب انا تفكر هذاك هو الحلم ديالك، هذيك الحاجه خاصك تشبت بها وحاجه وتبعها كما كانت، ودير اي حاجه ممكن باش توصل ليها، وتبحث وتقلب على كيفاش توصل للحلم ديالك. وثاني حاجه تحاول تستغل اوقات الفراغ ديالك في لي باسيون ديالك، وفي داكشي اللي تبغي دير، واخا يكون رياضه، واخا يكون رسم، فن، اي حاجه، المهم هو تستغل وقت الفراغ ديالك في شي حاجه تستفد منها، وتحاول بيان سور تفوق في الدراسه ديالك حتى تفتح لك المجال لكاع الاحلام ديالك كما بغات تكون، وان شاء الله وبالعزيمه والمثابره ومساعده العائله والاساتذه والمدرسه، الحمد لله تقدر توصل لاي حاجه بغيتيها. واحد النقطه ربما ما عرفتش واش ما انتبهتولاش، ولكن بزاف الافلام كانوا كيحطوا بزاف الافلام ومسلسلات كانوا دائما واحد الصوره ديال الباحث في العلوم او الناس اللي كتهتم بالعلوم كيبينوهم بواحد الطريقه في شكل، ما عرفتش واش رديتوها ولا ما رديتوش البال، دائما الباحث في العلوم ولا بحال حومق. ايوا بغيت نقولها، هما اللي ماشي نورمال، هما اللي خارقين عن الطبيعه، يعني نورمال هو انسان اللي عادي، ولكن اللي ماشي نورمال هو الانسان اللي كيكون مهتم بالعلوم. هذا ستيريوتيب، هذا ستيريوتيب، بالعكس العالم بالعكس هو واحد الشخص يعرف يوازن في حياته ويعرف يعطي وبزاف خرجت عليه العلوم، هذا هو الصوره اللي كتكون قدامه كنظن. لا هذا ستيريوتيب. ربما كاع الناس في واحد الجزء نقدروا نقولوا كريزي اللي هو حمق من الشخصيه ديالهم، ولكن كيخبعوه، اما العالم كيوصل لواحد الدرجه ديال التصالح مع الذات اللي ما كيبقاش يعطي واحد الاهتمام كبير، ملي كتبقى تشوف انه غير حركه الهواء اللي انت ما كتقدرش تقيس فيه حداك، راه عنده واحد وكان تجي تدرسو غادي تاخذ فيه ابحاث، وكاين الناس اللي كيقراو على هذه الحركه ديال هذا الهواء، ولا ديال علاش انت واقف على الارض، ولا علاش القمر كيبان غير في الليل والشمس، بزاف ديال الاسئله منين واحد الحركات كتبقى تشوفها في الكون، كتبقى ما كتعطيش اهميه كبيره الحركات اللي انت كتقوم بها، ولكن العالم كيعطيها اهميه. العالم هو باش معروف بان الناس ديال العلوم هما كيطرحوا بزاف الاسئله، اي حاجه خصهم تفسير منطقي، وهادشي اللي كيخليه يبحثوا، ما كياخذوش الامور هكا لا علاش هذه عملت هذه، وعلاش انت قلتي لي من جزئيه بسيطه خرجتي موضوع، علاش هذه وعلاش ما تكونش هذه وعلاش ما تكونش هذه،
صحيح. غير بالنسبه كذا النصائح، النصائح اللي طلبتي اننا نوجههم للشباب، انا بالنسبه ليا وغادي نهضر على تجربتي كبنت، كبنت في واحد المجتمع اللي يمكن غادي يكون ما كنقدروش نعترفوا بها، ولكن يقدر بنت ومراه مغربيه غادي تواجه الذكوريه في المسيره ديالها الدراسيه والمسيره ديالها العمليه. انا غادي نقول له سواء كنتي بنت او كنتي ولد، امن براسك، امن بالحلم ديالك، مهما كان كبير مهما كان صغير امن به، حيت داك الايمان، داك الايمان بالحلم ديالي هو اللي خلاني نبقى سيمانه بلا نعاس باش نشارك في ريس تو سبيس. هذاك الايمان ديالي بانني خصني نوصل لهاد الحاجه ونبرهن للعالم اجمع انه هو انا بنت من واحد المدينه صغيره من واحد العائله متواضعه، قدرت انني نفوز في مسابقه سباق نحو الفضاء ونفوز في مسابقه تحدي القراءه العربي، ومازال ان شاء الله كنطلب من الله يعاونني انه الاحلام والبلانز الاخرين يزيدوا يتطوروا في المستقبل. الحاجه الزوجه هو اننا خصني واحد يعرف انه العالم ما كيحتاجش فقط علماء وعالمات، العالم لا يحتاج فقط واحد كيعرف كيفاش يحل المعادله، خصنا نركزوا ايضا على الجانب الانساني منا، الجانب الاخلاقي، وخصوصا الجانب القيادي، حيت العلم الا كان في الدين واحد الاشخاص اللي ما عندهمش واحد الايثيك سيستم، واحد نظام اخلاقي، اخلاقيه العمل او اخلاقيه العلم، غيديروا فيه تصرفات خاطئه، يخرجوا للعالم غادي يخرجوا للعالم باكمله. لان يعني العلم المقرون اللي ماشيش متوازي مع الاخلاق والمبادئ راه شي حاجه منحرفه، شي حاجه غتخرج على العالم، خصو يكون ضروري متوازي مع الاخلاق المبادئ لنوصل نحركوا العالم. عليها انا شخصيا كنقول بان اي ام او اي اب خصو جدا، وكنقول جدا واصطر عليها، يركز على الجانب الانساني والمهارات الاخرى الى الموازيه للدراسه. راه ما بقاتش الانشطه في الوزاره، ما بقاتش كنسميوها الانشطه الموازيه اللي هي المسرح والموسيقى والفنون وهذا، ولينا كنسميوها الانشطه المندمجه، لانه حتى دابا الدوله ولات كتفهم والعالم باجمع كيفهم باننا خصنا ما نبنيش غير طفل يهتم غير بشحال غيجيب، وهذا نبني طفل يكون عنده واحد لاكونفاسيون مع الناس، يكون عنده واحد التفاعل مع الاشياء بطريقه فيها الابتكار وفيها الابداع، وانه يحافظ على الهويه ديالو في الاشياء اللي كيقوم بها. وهادشي خصو ضروري يكون واحد التكافؤ. بما انت كتقريه مثلا كيقرا، هو مجتهد كيقرا مزيان، كتواكبوا دراسيا، ولكن حتى اجتماعيا خصها تكون مواكبه. الطفل مزيان يشتغل وينشغل بديزاكتيفيتي، بانشطه، بجمعيات، بحاجات اللي غيفرغ فيهم الطاقات ديالو. لان عاود ديك بزاف الاباء كيحرصوا مثلا باش يقراو ولادهم قرايه السوايع، هنا الاساتذه ما كيخليهوش فين يفجر مجموعه الطاقات، ولا كيفاش داتو هادشي بدمت لي كنهضر عليه بحكم انا تلميذه في العلوم الرياضيه. صحيح، باش انا تلميذه في العلوم الرياضيه، حيت انا تلميذه في العلوم الرياضيه، عشت هذا العام مع الاصدقاء ديالي واحد الكم هائل من الضغط، اننا كنجريو من وراء النقاط، كنجريو من وراء المراتب وهذا، وبزاف ديال الاباء اللي الى الولد ولا البنيته ديالو ما جابش نقطه معينه في الماط ولا في الفيزيك ولا في العلوم، ولا جاب شي حاجه كيضغط عليه، في حين هذا الشيء راه تصرف خاطئ جدا. صح، وهذه هذا فرصه باش نقولوا للناس اللي دابا غيدوزوا الباك، ما عرفتوش منكم اللي غيدوز الباك ولا اولى باك، اغلبيه ديالكم غادي تدوزوا اولى باك. اولى باك، اولى باك ان شاء الله. اولى باك، اولى باك، كاملين بكم. والباك ما كاينش معنا اللي غيدوز الباك؟ سي كاينين ثلاثه، وقيله ما حاضرينش معنا. ما حاضرينش. نتمنوا لهم التوفيق، وطبعا هذا العام غيكون استثنائي، وغير شويه ديال المراجعه وشويه ديال تنظيم الوقت، وما يكون غير خير ان شاء الله. ما عرفتوش بغيتوا تضيفوا شي حاجه؟ الوقت سرق منا، ما حسيناش بالوقت. متابعه كانت جميله جدا، وانا شخصيا مش بعتي من الهضره معكم، كل واحد فيكم عطاني. انا غير ساليت الهضره هذا ويمشي للبيسي، مابقاش خدام.
ماشي مشكلة الصحر صحر الهضرة الهضرة اللي كنا كاملين بها وما كل شيء كيقول نصيحة اللي يقدر يقدمها عتاب أي حاجة يقدر شي حاجة اللي تقدر تقول لنا اليوم أو نصيحة للناس اللي باغيين يشاركوا ولا لهاد الشباب هذا اللي في السن ديالكم صحر اللي كنبغي نقول للشباب أنهم يلتقوا في الطموح ديالهم كيف ما كتعرفوا أننا منذ الصغر ديالنا كلنا عندنا واحد حلم كبير وكنديروا لامبوسيبل باش نحققوه وان الحلم ديالي هو مجال طيران وبعد الناس كيشوفوا الحلم صعيب ولكن انا بغيت نبين ان اكبر تحدي بالنسبه لي هو ان نبين ان المراه المغربيه قادره انها تكون قائده في جميع المجالات بدون استثناء واخا كيحاولوا انهم يحطوا من القيمه ديالها وبارلون دو كورونا وقيلا سمعتكم في واحد القطعه كتهضر على كورونا رغم كل السيئات اللي عشناها وكاع المساوئ اللي سمعناها الوفيات الاصابات كنشوف بان كاين واحد الجانب بوزيتيف اللي بينات عليه هاد الكورونا اللي هو اننا كاينين مواهب مدفونه مزمنه اللي تم التصوير ديالها خلال هاد الحجر الصحي وحيتاش انا كنعرف بان الناس اللي موالفين انهم كيكونوا دائما كينتجوا كرياتيف وداكشي ما يقدروش زعما انهم يتوقفوا على هاد المسيره ديالهم كتجيهم غير منطقيه انهم يتوقفوا على الانتاج ديالهم ولو على البعد. انا بالنسبه ليا انا بيتوتي دونك ما كانش لي مشكل كبير انني نبقى في الدار ولكن كان عندي واحد التخوف على العائله ديالي الناس الكبار في السن اللي يقدروا يتصابوا بسهوله كبيره دونك فوالا غير بيد ما ترجع الاستاذه بغيت نقول بلي هاد الايام كان واقعين واحد ثلاثه ديال المغالطات كبيره بشان المسابقه كنولي كنكرر باش اللي كان عنده شي دي بوين ديكسكلاماسيون في الراس ديالو حيدو. اول حاجه راه ما كاينش 2000 متسابق كاين 1560 مشارك ومشاركه. ثاني حاجه هذه ماشي مسابقه عالميه هذه مسابقه وطنيه تنظمها جمعيه المغرب العلمي بشراكه مع السفاره الامريكيه بالمغرب. وثالثا ما كاينش ان كلاسمون حنا كاملين ب 12 بينا في نفس المرتبه وب 12 بينا رابحين وهذا الشيء اللي بغيت نقول. جميل صحر جميل جميل جدا صحر كنا وقفت معكم شليل كاين شي إضافة قبل ما نختمو قولي أنس غير ما لقيتش الفرصة باش نشكر طبيعة الحال العائلة ديالي خصوصا الوالدين ديالي اللي دعموني في هذا الحلم هذا وبطبيعة الحال إخواتي اللي تهم عاونوني بزاف كاع المراحل وعاونوني تهم في لغوشيرش وعاونوني في الصياغة ديال التكست ديالي وطبيعة الحال بغيت نشكر واحد الأصدقاء ديالي حيت فريمون بقاو معايا ومون سوبورتي بزاف وبقاو تعاونوني غير بلو سوبور مورال ودي فوا الا كان يمكنهم تعاونوني بأبسط حاجة. طبيعة الحال المدرسة اللي تتوفر لنا هاد تتفتح لنا المجال ديال البحث وتتعاوننا نتابعوا الأحلام ديالنا والأساسيد اللي ما بخلوش علينا بالنصائح وبالمعلومات وكانوا بحال ينوزون غيدي في هذا المسار هذا الحمد لله. واخا كان انا زعما باسمي كنشكر اي واحد دعمكم لان فعلا 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 باش نشوف اللبانه ديال الشباب اللي من هذه الطينه هذه تبارك الله كل واحد بنقط القوه ديالو الطريقه ديال الهضره ديالكم يعني المشاركه ديالكم كانت مميزه جدا. انا شخصيا ما شبعتش ما هضره معكم وخصني نتلاقاكم واحد واحد ما كرهتش نلعب معكم رفورتاج واحد واحد ولكن كل واحد في مدينه اكيد هذا هذه دعوه للناس الاعلاميين والناس تلتفت لهذا الفوز هذا لهذا فوز هذا كبير جدا في المضمون ديالو في واحد التخصص ولا واحد المجال اللي هو صعيب ولكن هاد الشباب هادو قدروا يقتحموا هذا المجال وقدروا يبسطوه وقدروا يتميزوا فيه وهذه ما كامل القوة. كل واحد فيكم استفدت منه شي حاجه كل واحد منكم عطى اضافه اليوم ليس لي حالكم الحظ يكونوا معنا شكرا لهم مجددا اللي ما قدروش وما استطعوش بسبب الظروف منهم انصاف اللي كان نهنئها مرة أخرى عندها امتحانات البكالوريا وما تقدرش نهائيا ولكن إن شاء الله غنحاولوا نخصصوا شي لقاء آخر لأن أنا كنحس براسي باقي تنستفدوا منك حاجة أخرين
باقي خصنا نستافدوا منكم، باقي خصنا ما كرهناش نتوما تعملوا دورات تكوينيه للشباب، ما كرهناش الشباب تخليوا كل واحد فيكم يخلي مثلا كيفاش الطريقه ديال كيفاش يتواصلوا معكم الشباب اللي كيتفرجوا معنا او للامهات او للاباء، نخليوا المجال للمشاركه، نخليوا مجال الاسئله. ما عرفتش انا ما عرفتش حيتاش ما كيطلعليش الاسئله، واذا كان ممكن خديجه انت كتشوفني تصرف لي اسئله الناس او استفساراتهم او لا شي حاجه. دائما كنشكر منظمه شبيبه الاستقلاليه فرح السواني مع جمعيه شبيبه المدرسيه المكتب الوطني، شكرا جدا وشكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي جمع هاد اللمه الجميله. كنشكر الاباء ديالكم وكنهنيهم بكم، هنيئا لهم بكم. طبعا باش يكون عندنا شباب بهذا المستوى وهذا شي حاجه كتفرح القلب، اكيد راه كاين بزاف ديال التضحيات وكاين بزاف ديال السهر وبزاف ديال التربيه، واكيد المدارس ديالكم والمعلمين ديالكم والجو كامل فين تربيتوا، وهذا الشيء ما يمكنش هذا النتيجه هذا خصو بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال السهر وبزاف ديال التضحيات وبزاف ديال التربيه والامثله ديالهم اللي متبعين بين انهم امثله جيده تاثروا بها، وهذا هو الناتج. هنيئا لكم ونتمنى لكم كامل بكم نشوفكم اطر كبيره ان شاء الله، وانتم اللي غترفعوا الرايه ديال المغرب. الامل ديالنا فيكم، واللي بغى يفيد شي حاجه ولا يختم شي حاجه مرحبا قبل ما نختموا هذا اللقاء جميل جدا. استاذه غير بغيت نقول على حسب قلتي بغيتي الى يتواصلوا معنا يقدروا يتواصلوا غير مع شي واحد بينا، وهذاك الواحد غادي يعطيهم لي كونتاكت ديال الناس الاخرين. الا بغى شي حد يتواصل معايا الفيسبوك ديالي اسراء النصيري، والانستغرام نفس الحاجه اسراء.نصيري اسراء بان سول اس النصيري بدوز اس. يقدروا يتواصلوا معايا وانا غادي نمر لهم لي زادغيس ديال الاصدقاء ديالي كاملين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، هذه المبادره ديالك تستحق ثناء انك وصلتي وخصك توصل ناس اخرين او خصك تعاون ناس اخرين، اللي هذا هو لو بارطاج لو سونس دو بارطاج، هو انك تقتسموا الحاجات ديالنا والمعارف ديالنا مع ناس اخرين. وهذا الانسانيه اللي هضرتي عليها اللي قلتي خصها تكون فينا، الاخلاق والانسانيه. كتسمعوني ياك؟ شكرا لكم واحد باسمي. شكرا لكم. كتسمعوني؟ نعم. كل واحد باسمه وكل المدن المغربيه اللي معنا اليوم، كل المتابعين ديالنا، كنتمنى هذا الفيسبوك او هذا اللايف هذا المباشر يزيد يتبارطاجا. شكرا للقائمين على هذا اللايف اللي انا شخصيا استمتعت به واستفدت منه، وكنتمنى هذه الاستفاده تعم الجميع وتعم شباب المستقبل اللي كلنا هم امل الغد. نتمنى لكم مستقبل زاهر. كل واحد شكرا، وكتسمحوا لي واذا ما عطيتش لواحد ما ساعدنيش الوقت نعطيه الوقت الكامل، ولكن فعلا كانت التدخلات ديالكم جميله جدا. شي واحد باغي يقول شي حاجه؟ واحد باغي يقول شي اضافه؟ انا سحر علي. نعم علي. لا سحر يا لولا. واخا سحر استاذ علي. انا يلا سحر. شكرا العائلة ديالنا وشكرا الأصدقاء ديالنا والأساتذة ديالنا، ونسينا ما نشكرك أنت أستاذة إنصاف وأستاذ زهير وأستاذة خديجة وكاع المسؤولين على هذا اللايف اللي خلانا نعبروا على زعما التجارب ديالنا في هذه المرحلة هذه ديال المسابقة ديال السباق نحو الفضاء. دونك ميرسي بوكو على هذه الالتفاتة الطيبة، ونتمنى نتلاقاو في وقت الخير إن شاء الله. إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ما عرفتش صحر واش أنت في طنجة؟ نيت طنجة دابا في المدينة. انا دابا عند مي غون بارون في سازا، دونك عندنا في سازا. ان فوا ان شاء الله تجي لطنجة غيكون عندي مقابله خاصه معك، وغتكون مقابله خاصه معنا ايضا ممثلات مدينه طنجة، والمشاركين كاملين بهم مرحبا بهم مدينه طنجة ايضا كاملين بهم. طنجة كترحب ب ب ب مدينه فاس. شكرا جزيلا، هذا اللقاء طيب غيجمعنا ان شاء الله، وغادي تمتد العلاقه ديالنا والصداقه ديالنا. انا كنستافد منكم وكنستافد من هاد الشباب، وبغيتكم تفيدوا، بغيت هاد المعارف ديالكم تطفوها وتفيدوا بهم ناس اخرين. ما سخيتش بكم. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم مستقبل زاهر دائما، وغنبقاو على تواصل. شكرا لكل واحد باسمه، واللي ما قدرش كنشكروه وكنهنئوه، كنهنئوا الاسر ديالكم دائما، ودمتم في رعايه الله. ودائما شكرا للقائمين على هذا المباشر واللي عطاو المجال لهاد الشباب انهم يهدقوا، وكما قلت لكم هادو هما 12 واحد كان فائز بالمسابقه. شكرا لكم. بألف خير. شكرا لكم، عمتو بألف خير، ودائما لقاء كيتجدد دائما في الخير. شكرا لكم، إلى اللقاء.
باي باي. باي باي.